بسم الله الرحمن الرحيم. منو قال لك كلام العلماء ما حجة؟ لأن احنا أصلا بنتناظر حول شنو؟ الآيات موجودة، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الفاسقون الظالمون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم أفحكم الجاهلية يبغون. ده كلام ربنا وصحيح ما فيه شك. منهج السلف نقول كتاب وسنة على فهم من؟ سلف الأمة. حتى ما تقول لي بس كتاب وسنة بس، لابد يكون بفهم سلف الأمة. إن أعظم خدمة قدمها أعداء الله لأهل الحق هي تأصيلهم لباطل. أنا قلت أنت بتكفر الحكام المعاصرين واستدليت بدليلين من الرماح السمهرية، واحد حقك والرماح السمهرية اثنين، ده أعرضت عنه تماما وجعلت وراء ظهري وغيرت الموضوع. مزمل قال أنا بترك كلام شجرة من هنا، ما علينا مزمل تعمل حاجة زي دي، ما علينا، ده كلام موضوع ثاني. جزاغ منا العصا، قال أنا ما بكفر عموم المسلمين، ولا نظرنا في عموم المسلمين، لكن أنت بتكفر عموم المسلمين، رأيك شنو؟ دي ورقتك ولا ما ورقتك؟ دي ورقة ثانية طلعها. في ورقتك عند كفار، اما تعتذر تقول الله انا اسف وانا كنت جاهل لما كتبت الورقه دي وكذا وكذا، واما تتنازل من منهجك ومن كلامك ده. بعد قال انا بكفر حكام المسلمين، اي قلت لك اي حاكم يحكم بالطاغوت يحكم بشرعه غير شرعه الله، يجعل فيها زياده للشعب، وانه السلطه تستمد من الشعب من اراء الشعب، ولا وما يريكم الشعب الا ما يرى وما يهديكم الا سبيل الرشاد، وان تنازعتم في شيء فردوه للشعب ان كنتم تؤمنون بالديمقراطيه فهو كافر مبتدع هنا، وهذا ما دين الله جل وعلا به، هو طاغوت كافر مبتدع من الطواغيت. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلقنا الله جل وعلا بهذه الأرض لعبادته واتباع شريعته، وأرسل لنا رسلا تدلنا على كيفية عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، وبعث كل الرسل بالتوحيد، بعثهم بأمر واحد هو لا إله إلا الله. يقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتنا شتى وديننا واحد، كناية عن التوحيد. فأول ما بعث الله به الرسل والقاسم المشترك بين جميع الرسل هو الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري يقول: من وحد الله تعالى وكفر بما يعبد من دونه حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية عند مسلم: على أن يبني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الحديث. وبين أن الإنسان ما يصير مسلم بالله جل وعلا وما مؤمن بالله حتى يحقق معنى لا إله إلا الله من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فجعل الله ركنين. يقول الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وبين أن سبيل الكفر هو اتباع سبيل الطاغوت، ربنا قال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وبين أن جميع الكفار يكون في نصرة في القتال دون الطاغوت، قال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وكما بين أهل العلم أو بين الله جل وعلا في كتابه معنى الطاغوت، ربما قال: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. لذلك بوابك أو ذكر كثير من أهل العلم أنه الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، كما ذكر الإمام مالك في تفسير ابن كثير في سورة النساء في تفسير قوله تعالى: ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فذكر عن مجموعة من أهل العلم منهم الصحابة ابن عباس وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن الطاغوت الشيطان، وذكر عن الإمام مالك أنه قال: الطاغوت كل ما عبد من دون الله، وعن مجاهد هو الطاغوت هو رجل يتحاكمون لي وهو صاحب أمرهم، وكل من يتحاكمون لي غير الله ورسوله هو صاحب أمرهم، وغير ذلك من التعريف. فكلها مجتمعة كما قال الشيخ محمد حامد الفقي في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، الكتاب هناك فتح المجيد شرح كتاب التوحيد عليه كتاب الفوق في باب ما جاء في السن
طيب كما بين محمد حامد الفقي وغيره من العلماء عن معنى الطاغوت، كذلك بين العلامة ابن القيم في اعلان الموقعين ان الطاغوت هو لما تجاوز به العبد حده من معبود او مطبوع او مطاع، فطاغوت كل قوم هو من يتحكم لي غير الله ورسوله اي يتبعونه فيما لا يعلمون انه طاع لله ورسوله او يعبدونه من دون الله. فخلاصة الكلام لما قال الشيخ محمد حامد الفقيه واللي هو ما يستخلص من كلام السلف أن الطاغوت هو شيطان الإنس والجن الذي يصد الناس عن عبادة الله جل وعلا والذي يعبد من دون الله جل وعلا. وبين من الله جل وعلا في كتابه الكريم من أن من الطاغوت التي أمرنا الله جل وعلا الكفر بها اللي هو كلام محمد حامد قال والذي يستخلص من كلام السلف رضي الله عنهم أن الطاغوت كل ما صرف العبد وصده عن عبادة الله فإخلاص الدين لله والطاعة لله ورسوله، سواء في ذلك الشيطان من الجن والشيطان من الإنس والأشجار والأحجار وغيرها، ويدخل في ذلك بلا شك الحكم بالقوانين الأجنبية عن الإسلام وشرائعه وغيرها من كل ما وضعه الإنسان ليحكم به الدماء والفروج والأموال وليبطل بها شرائع الله، من إقامة الحدود وتحريم الربا والزنا والخمر ونحو ذلك مما أخذت هذه القوانين تحللها بنفوذها ومنفذيها، والقوانين نفسها طواغيت وواضعوها ومروجوها طواغيت وأمثالها من كل كتاب وضعه العقل للبشري ليصرف عن الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما قصدا أو عين عن غير قصد فهو طاغوت. فلا بد من كفر كما بين انه من الطواغيت القوانين الاجنبيه بنص قوله تعالى الم ترى الذين يزعمون انهم امنوا وانزل اليكم وانزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. فسمى الله جل وعلا الحاكم بغير شرع الله جل وعلا طاغوت، سماه طاغوت في نص ايه او في نص الايه في سوره النساء الايه 60. فلا بد من كفر بهذا الطاغوت كما بين الشيخ محمد عبد الوهاب وغيره، وبين صفات الكفر بالطاغوت حتى يتم للإنسان التوحيد، حتى علق على الحديث من وحد الله تعالى وكفر بمعبد من دونه حرم ماله ودم حسابه على الله عز وجل قال فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد قول لا إله إلا الله عاصما للدم ولا لم يجعل مجرد قول لا إله إلا الله عاصما للدم ولا معرفة معناها مع لفظها ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده ولا شريك له حتى يضيف إلى ذلك كل الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه فيعلم من مسألة ما أعظمه وجل ويعلم من بيان ما أوضعه وحج ما أقطعها للمنازع. طيب من الطواغيت المعاصرة ربنا أمرنا بكفر بها هي القوانين الأجنبية اللي هي عن الإسلام وشريعته اللي هي القوانين الوضعية التي تجعل بعض خصائص الربوبية لغير الله جل وعلا من خاصية السيادة وخاصية التشريع من دون الله جل وعلا، وهي تكون هي المرجعية العليا في الأحكام بدل شرع الله جل وعلا. هذا قانون نفاشة أو دستور جمهورية السودان انتقالي سنة 2005 اللي هو صورة الحكم الحالية موجودة، نحن نتكلم عن صور أصلا هي ما موجودة أصلا موجودة الآن في الحالة، نحن نتكلم عن صورتنا الموجودة. الدستور يقول جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة وهي دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات تتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان. قال السيادة النبي صلى الله عليه وسلم في مسند في ابن حبان يقول إن السيد الله لما قالوا يا رسول الله يا سيدنا ابن سيدنا قال إن السيد الله قولوا مثل قولكم ولا يستغننكم الشيطان. قال السيادة للشعب وليس لله جل وعلا، السيادة للشعب أي الحاكمية العليا للشعب رغم أن الله جل وعلا هو السيد وهو معنى الرب معنى السيد المالك، فهنا مجال السيادة هي للشعب وتمارسها الدولة طبقا لنصوص هذا الدستور والقانون دون إخلال بذاتية جنوب السودان. الحال المادة الثانية هي حاكمة الدستور القومي الانتقالي، هذا من باب العلم بالشرع العلم بالواقع، يعني من أسوأ الأشياء أن الإنسان يعلم علم بالشرع لكن ما ينزل على الواقع أو ينزل في واقع غير واقعنا لسنا موجودة فيه. حاكمة الدستور القومي الانتقالي هو القانون الأعلى للبلاد ويتوافق معه الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير ولايات وجميع القوانين. طيب كذلك من مواد تستمد سلطة الحكم وصلاحيته ما من الشريعة الإسلامية، تستمد سلطة الحكم وصلاحيته من سيادة الشعب وإرادته التي تمارس عن طريق الاستفتاء والانتخابات الفرع المباشرة الدولية التي تجري في اختراع سري عام كذا. طيب برضو من مصادر التشريع قال يكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية، معلوم أنه في جنوب السودان من يعبد الوثن ومن يعبد غير الله جل وعلا ومن يعبد الصليب، التي تأخذ في الاعتراض التنوع في السودان مصدرا للتشريعات التي تسن على المستوى القومي وتطبق على جنوب السودان أو ولاياته.
والذي من بنوده تكون المواطنة أساس الحقوق المساوية والواجبات لكل السودانيين، أي أن جميع السودانيين متساويون في الحقوق والواجبات. فهذه من الطوابط المعاصرة ربنا جل أمرنا كفر بها، وبين كما بين حمد حامد الفقي وبين أحمد محمد شاكر في حكم الجاهلية وبين الشيخ محمد إبراهيم وغيره بخطر هذه القوانين الوقعية التي فرضها على بلاد الإسلام. فمن الخطأ أن الإنسان يتكلم عن مسألة شرعية بدون أن يلم بالواقع فيها. أضليكم دقيقة واحدة فوجه أسئلة واحد الأسئلة لأخونا مزمل اللي المفروض يجاوبها. واحد، هل من كل من قال أنه الحكم بغير ما أنزل الله والحكم بالقوانين الوضعية الحكم بالديمقراطية شرك أكبر هو من الخوارج؟ يعني ما قال لم يقل بهذه المسألة إلا الخوارج، لم يقل بهذه المسألة إلا الخوارج. المسألة الثانية أو السؤال الثاني في الحكم بالديمقراطية، الحكم بالديمقراطية، هل الحكم بالديمقراطية التي تدعي على السيادة الشعب هو من الكفر الأصغر؟ المسألة الثالثة طلب توصيل للعقيدة، لحد الآن لا نعلم عقيدتكم في مسألة الحكم، لأنه الآن لحد الآن كلها عبارة عن شبهات، لحد الآن لا نعرف هل هو كفر أصغر أم هو كفر أكبر لكن لا يكفر عينا إلا باستحلال، أم هو نفسه ما يكون كفر أكبر إلا باستحلال. لحد الآن دايرين توصيل علمي بالأدلة الشرعية للحكم الديمقراطية عندكم أو صورة الحكم لدينا. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أجول وبك أصول وبك أقاتل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. والأخ أمجد سألني أسئلة وأنا سأتولى الرد على جميع الأسئلة التي سألها الآن والتي سيسألها بعد الآن بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن قبل ذلك أول حاجة نأصل المسألة. نقطة المناظرة ما يمكن ما بينوها لكم الإخوان، أنا أبين لكم النقطة التي اتفقنا عليها في المناظرة، الحكم بغير ما أنزل الله، دي نقطة المناظرة وهي نقطة واحدة ندندن حولها ونتناقش فيها بإذن الله سبحانه وتعالى حتى نصل إلى الحق. وليست الغاية من المناظرة أن يغلب فريق الآخر، ولكن الغاية أن يظهر الحق وأن ينتصر منهج الله سبحانه وتعالى. وأنا حينما جئت هنا لم آتي لأدافع عن حكومة السودان حتى يأتي الأخ أمجد بدستور جمهورية السودان، ولم آتي أيضا أن أدافع عن حكومة مصر ولا ليبيا ولا السعودية ولا أي حكومة أخرى ولا أمبدة ولا غيرها، إنما جئت لأدافع عن منهج الله تبارك وتعالى. فلم آتي لأدافع عن حكومة معينة، ولست أنا داخل في الحكومة ولا شغال في مصلحة حكومية ذاتها، شغال في السوق، عرفتها؟ طيب دي المسألة تعطينه النص الثاني من الدستور بتاع السودان والنص العاشر والاثناشر، أنا ما عندي علاقة بالكلام ده. أنا جيت دافع عن منهج السلف، أنا بعتبر إنه عقيدة أمجد وحسبت الآن عنده كتب حقته حتى هنا تعد إنه عقيدته عقيدة الخوارج الأوائل، بل هي أشد من عقيدة الخوارج الأوائل وإليك الأدلة قبل ما أفتح الكتاب ده. طيب أنا أقول أقول للأخ أمجد وأعطيه 15 ثانية من زمني أنا مخصوم من زمني حكم. طيب هل أنت تكفر الحكام المسلمين المعاصرين اليوم ولا لا؟ تعيينا تكفرهم ولا لا؟ عندك 15 دقيقة من زمني، أيوة ولا لا؟ 15 ثانية. كل حاكم يحكم بالديمقراطية ويجعل السيادة للشعب فهو كافر مرتد عينا. طيب يا أمجد، ما زال هناك ثواني من زمنك ينبغي أن تفصل. يعني الحكومات الموجودة الآن، السودان، مصر، أنا بحدد لك عديل لو أنت ما تحدد، السودان، مصر، السعودية، وسوريا، غيرها، هذه بالجملة حكامة كلها كفار ولا لا؟ أنا عندي كلام لك هنا بالمناسبة. التوصيل جاي بالتوصيل. لا ما هي عندي كلام يعني. عشان الصيغة أنا ترى في ندر 10 دقائق كاملة، فبعدين بوصل لك. لا بس كفار ولا لا أنت سألتني برضو بجاوب لك. ما أنا الآن أنت سألتني والتزمت أجاوب لك. قلت لك حتى أجوبتك الجاية أسئلتك الجاية حجاوب لك. أنت لك أي حكومة تحكم بغض النظر عن المكان والزمان، أي حكومة تحكم وتجعل السيادة للشعب وتجعل القانون الدستور هو القانون الأعلى للبلاد وهو مرجع غير الشريعة الإسلامية فهو كافر مرتد عينه. طيب
إذا أمجد وضح لا من عقيدته أنه يعتقد أن كل هذه الحكومات، لكن ربط كلامه بربط عشان ما نظلمه. قال أي حكومة موجودة الآن ما بتحكم بشريعة الله هي شنو؟ هي كافرة تعيينا، حتى ذكر هذه اللفظة. إذا كفر الحكومات الموجودة الآن التي لا تحكم بالشريعة. ده كلام أمجد. وحتى لو ما كان جاوب بالمناسبة في كتابه، مؤلف كتاب قال اسمه الرماح السمهرية 1 و2، طلعت عليه 1 و2، قال وأنا حين أتكلم في هذه الرسالة، دي 2 الرماح السمهرية 2 حقتك، قال وأنا حين أتكلم في هذه الرسالة عن الطواغيت لا أعني طواغيت التصوف أصحاب الغبور والمشاهد والأضرحة في هذا الزمان الذين ينادون من دون الله ويستغاث بهم عند الشدائد ويلجأ إليهم. قال كلامي ما عندي. طيب قال لكني إلى أن أتى، قال لكني أعني طواغيت الحكم الجاثمين على صدور المسلمين، خلاص، إلا من رحم الله في كل مكان من أرض أمة الإسلام. فسمى هؤلاء الحكام شنو؟ طواغيت. وفي فهم أمجد إنه أي زول سموه طاغوت كافر كفري أكبر، دي كان من الرماح السمهرية 2 صفحة 9 حقته هو. في الرماح السمهرية 1 حقته أنا، مش أبو رأي السيف ده يتزادك؟ طيب يتزادك الحمد لله. في صفحة الرماح السمهرية 1 صفحة 30 قام عرف الطاغوت، يعني حتى هو إذا جاب كلام عام أنا بخصصه لك من كتبه، صفحة 30 قال وكل طاغوت، مش هنا قال الحكام المعاصرين وكذا وكذا طواغيط، في رماح السمهرية 1 قال وكل طاغوط فهو مشرك كافر عينا، وهنا عينا لا يشترط إقامة الحجة عليه. سكتوا ناسكم يا جماعة، أنا برضو عندي ناس ممكن يجوطوا عينا. طيب لا معليش، ما تتكلم نهاية، دار تناظر بنظرك معه سوا مستعيدا بالمناسبة. طيب قال ما تتكلم من برا ولا عشان تقول لي واصل وما واصل، عندي ناس أنا مسكتهم من هناك فسكت ناسك أمجد. طيب قال وكل طاغوت، أنا ما عارف الكلام ده كلام ملان، وكل طاغوت فهو مشرك كافر عينا. وهنا قال لكني أعني طواغيط الحكم الجاثمين على صدور المسلمين إلا من رحم الله في كل مكان من أرض أمة الإسلام. فيتكلم عن واقع معاصر موجود، وعن حكام معاصرين في الواقع المعاصر موجود، وعن حكام المسلمين سمام طواغيط في الرماح السمهرية 2. في الرماح السمهرية 1 قال كل طاغوت مشرك كافر عينا، إذا أمجد يكفر حكام المسلمين المعاصرين كل من ليلة. الشيخ الفوزان قال عن أمجد وعن محمد عبد الكريم صادق عبد الله غيره من التكفيرين، قال دي الأشد من خارج الأوائل. طلع كده الفوزان قال دي أشد من الخوارج الأوائل، ده كتاب الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وأيده بنصرته، صفحة اسمه الإجابات المهمة في المشاكل الملمة، صفحة 11. قال السؤال ما موقفنا من الذين يكفرون حكام المسلمين اليوم جملة وتفصيلة، أمجد وغيره، وقريت لك الأدلة من كتبه، هل هم من الخوارج؟ أفيدونا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الجواب الذين يكفرون عموم حكام المسلمين هؤلاء من أشد الخوارج، لأنهم ما استثنوا أحدا وحكموا على جميع حكام المسلمين بأنهم كفر، فهذا أشد من مذهب الخوارج لأنهم عمموا. انتهت فتوى الشيخ الفوزان هذا الكتاب. طيب إذن الشيخ الفوزان يقرر أن منهج هؤلاء أشد من منهج ومذهب الخوارج الأوائل، وهو الآن يمكن شال له كتاب كتابين من رسائل الفوزان يريد أن يقرأ علينا ونحن جاهزون لتبيين ما فيها بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن هو يأخذ بكلام الشيخ الفوزان، فكلام الشيخ الفوزان في كلامه هو في تكفيره للحكام المعاصرين الليلة إنه هذا أشد من مذهب الخوارج، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية قال الطاغوت وما الطاغوت، ويتكلم فضل كف دقائق، فضل كم على 5 دقائق. طيب يتكلم عن الطاغوت وما الطاغوت، وهو في فهمه زي ما قرأنا الآن من رماح السمهرية 2 حقة أمجد هودي إنه الطاغوت ده كافر عينا، حتى واصل الكلام بالمناسبة قال كافر عينا ولا يشترط إقامة الحجة عليه، صفحات كم؟ يعني حتى الكلام اللي هم بيقولوا للطلاب وللطالبات بالذات إن إحنا ما نكفر إلا بعد توفر الشروط وانتهى الموانع، البزوغ به من منهج الخوارج ومسبب التكفير، الكلام ده ما هو إلا كذب. أو ده كلامه هنا صفحة 30 من رماح السمهرية 1. طيب قال وكل طاغوت فهو مشرك كافر عينا لا يشترط إقامة الحج عليه للحكم عليه بالكفر،
صفحة 30 هذا حتى مكبر الحتة دي قال لا يشترط إقامة الحجة مكبرة بالبونط العريض. إذن ده ما عندهم إقامة حجة بالمناسبة. ده كلام بيقولوا خوفا من الشرطة ولا الأمن ولا غيره إنه يقول لك ما بنكفر إلا شنو بتوفر شروط انتفى موانع. أما مذهبهم بيكفروا بدون شروط بدون موانع. شفت كيف؟ ده الرماح السمارية واحد صفحة 30. معنى الطاغوت الصحيح صح كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، لكن ليس كل إنسان وصف أنه طاغوت يعتبر كافر كفر أكبر. وأنا أذكر لك كلام أهل العلم كله، ده شرح الأصول الثلاثة للشيخ الفوزان عليه رحمة الله. طيب في صفحة افتح صفحة المعبودة هنا في صفحة 238 ده الكتاب قال الشيخ الفوزان ويذكر الخمسة طواغيط. قال الخامس من حكم بغير ما أنزل الله، ودليله قوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فالذي يحكم بغير ما أنزل الله مستحلا لذلك يكون طاغوتا. إذا ما يزول حكم بغير ما أنزل الله اسمه طاغوت إلا أن ينضاف إلى حكمه بغير ما أنزل الله استحلاله لغير ما أنزل الله، هذا هو الذي يسمى طاغوت. قال فالذي يحكم بغير ما أنزل الله مستحلا لذلك يكون طاغوتا، والذي يقول إنه يجوز أن يتحاكم إلى القانون أو إلى العوائد في الجاهلية أو عوائد القبائل والبادية ويترك الشرع ويقول هذا حلال أو هذا يساوي ما أنزل الله، فإذا قال إنه أحسن مما أنزل الله أو يساوي ما أنزل الله أو قال إنه حلال فقط ولم يقل إنه يساوي ولا أفضل، يعني قال حلال يعني شنو استحل ولم يقل إنه يساوي ولا أفضل، قال هذا حلال جائز، هذا يعتبر طاغوتا وهذا بنص القرآن. إذن الشيخ الفوزان ما جعل الطاغوت الذي يكفر كفر أكبر إلا الذي يستحل، إلا الذي يستحل. أمجد كلامه قال واضح يلزم منه نشتم الشيخ الفوزان. أنا بقرأ لك بعد شوية دي الرماحة السمهرية 2 حقته هو خلاص يلزم منه كده، لأنه قال الناس اللي بيقولوا ما يكفر إلا يستحل قال ده قول المرجئة والجهمية. نقرأ كلامه بعد ذلك نشوف كيف جعل هؤلاء من المرجئة والجهمية كالشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. دقيقتين خلص. طيب طيب في بحثي والرماحة السمهرية واحد صفحة 37 وصفحة 54 صفحة 37 وصفحة 54 يقول أمجد أو أبو براء السيف كما يكتب قال وهذه الشبه كالاعتقاد والتفضيل والاستحلال رغم أن أي منها كفر مستغل بذاته هي مما يتشغب به جهمية العصر أدعياء السلفية. الناس اللي بيقولوا بالاستحلال والجحود ديل جهمية العصر وأدعياء السلفية. ده صفحة كم؟ صفحة 37. في صفحة 54 برضو وصف الناس اللي بيقولوا قول الشيخ الفوزان ده بأنه ذل الجهمية. قال ومع هذا كله تجد الجهمية يقولون إن هؤلاء مسلمون إلا أن يصاحب فعلهم هذا جحود في قلوبهم أو استحلال أيها التكفيريون، وإنا لهم لمبايعون وبالبيعة لهم متمسكون، ومع هذا يزعمون السلفية ويدعون الانتساب إلى منهج خير البرية. طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نجيب التسجيل. تتبعت كلام المزمل فلم أجد فيه ولا آية ولا حديث واحد. دي السلفية اللي بتدعيها السلفية مش القرآن والسنة على فهم الصحابة وعلى فهم السلف الصالح ومن تبعه، لم أجد فيها سلف واحد أو ما أجد فيها ولا دليل واحد، لا قال الله لا قال الرسول، كأنه هذه الأشياء ما توصل إلا مسألة نازلة يجتهد فيها العلماء برأيهم وليس بالنص. ذكرت لك مجموعة من الأدلة ما ذكرت ولا دليل عن المسألة، اثنين ما ذكرت ولا سلف إلا كلهم الناس معاصرين، كأنه المسألة هذه حادثة لم يقل بها من سبقنا. فاتقي الله جل وعلا واذكر الأدلة في المسألة، ما تذكر كلام وتبنيه على كلام الناس متأخرين وانت ما جيب على دليل. طيب الذين كفروا عموم المسلمين خوارج دايما لا يعني اما انت يعني كلامك ده اما لا تعرف اصول الخوارج واما لا تعرف اصول منهجنا،
إما لا تعرف أصول الخوارج أو لا تعرف أصول منهجنا. فهذا الأسئلة مفروض تورينا ما هي منهج الخوارج، ما هو أصول الخوارج الذي ذكرها أهل العلم. اثنين، التكفير حكم شرعي من أحكام الله جل وعلا. التكفير حكم شرعي من أحكام الله جل وعلا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. فزي ما بينت انه لم يذكر آية ولا دليل واحد على المسألة، كان ويرغم ان المسألة عقدية متعلقة بالتوحيد المطلق والكفر والطاغوت والإيمان بالله، لا تؤخذ من أقوال أهل العلم هذا كذا جزافة. طيب، أنا ما يلزمني منهج الزهد، يلزمني قال الله قال الرسول. الفوزان قال، أنت تقول ان الفوزان قال قال انه الطاغوت ما يكون سمى كافر الا ان يستحيل. جيب الدليل من الكتاب والسنة، ما يلزمني قول الفوزان بدون دليل. جيب الدليل من الكتاب والسنة ان الطاغوت ما يسمى طاغوت الا ان يستحيل. واحد. اثنين، احنا قلت ان التكفير حكم شرعي من احكام الله جل وعلا، فلا نكفر الا من كفر الله او رسوله او اجمعت الامه على كفره. ونعتقد ان الكفر قد يكون بالقول او الفعل او الاعتقاد او الشك، ونكفر بالقول الظاهر والفعل الظاهر، اما الاعتقاد والشك فلا سبيل لنا للحكم بما في القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ذكر قال اني لم ابعث لاشق قلوب الناس واكشف بطونهم، من حديث ابي سعيد الخدري. وابن حجر في فتح الباري في شرحه لحديث ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه قال واجمعوا اي العلماء على ان الحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، فهو اجماع انه الانسان يحامل بظاهر والله يتولى السرائر، فنحكم الإنسان بما ظهر لنا من قوله أو فعله، أما الاعتقاد والشك إلا أن يصل في صورة قول مكفر أو فعل مكفر. ولا نكفر بالكبائر، ولا نكفر بالكبائر كشرب الخمر ولعب الميسر والزنا وقتل النفس، ولا نكفر أحد من أهل الكبرى بذنب من الكبائر التي لا تكفر الإنسان ليست من نواقض إلا باستحلاله. ونكفر بنواقض الإسلام، ولا نشترط لتكفير بها الجحود والاستحلال والتفضيل، ونشترطه غير من الذين يشترطون الجحود القلب واستحلال القلب. هذا قول الخوارج، قول الأوطي، هذا قول المرجئة، هذا قول المرجئة الذين جعلوا الإيمان التصديق في القلب، فعندهم النواقض هي ما في القلب. فأول حاجة بليك الذين كفروا عموم المسلمين، خوارج، أنا لا كفر عموم المسلمين ولا أقول بكفر عموم المسلمين، بل المسلم مسلم والكافر كافر، ولا يكفر الإنسان إلا الإنسان الكافر الذي تلبس بناقض من نواقض الإسلام. أما الكفار مجمع عليهم كاليهود والنصارى وكل من دام بدين غير الإسلام يكفره، أما كل من مسلم تلبس بناقض من نواقض الإسلام توفرت فيه الشروط وانتفت عنه موانع فهو كافر بالله العظيم. الطاغوت الله جل وعلا سماه طاغوت، وغير من وعندي سلف الحمد لله ما من المتأخرين، سلف لله الحمد أعلم من الشيخ الفوزان وغيره، نحترم علماء ونجيب قدرهم وكذا، لكن ما يلزم نقولهم بدون دليل. أي كلمة مرة تجيب دليل، الله قال الرسول قال اجمع أهل العلم، كلمة ما فيها دليل ما يلزم نخلي معك أنت العشر دقائق الفاضية اعتبرها ملغية لأن ما فيها ولا دليل، ما يلزمني في شيء. جيب لي دليل واحد من الله قال الرسول قال اجمع أهل العلم. طيب، سلفي في الطاغوت. طيب، الشوكاني في رسالة السلفية، اللي في رسالة الدواء العاجل في دفع العضو الصائل، يتكلم عن أهل اليمن، قال اللي هو بيذكر عن أنواع منه اللي صفحة 68 اللي هو يزول عنده الطبعة بتاع دار الكتاب العربي، قال منها أنه يحكمون ويتحاكمون إلى من لا يعرف إلا الأحكام الطاغوتية منهم في جميع الأمور التي تنوبهم وتعرض لهم من غير إنكار ولا حياء من الله ولا من عباده ولا يخافون من أحد، بل قد يحكمون بذلك بينما يقدرون على الوصول إليهم من الرعاية ومن كان قريبا منهم. وهذا الأمر معلوم لكل أحد من الناس، لا يقدر أحد على إنكاره ودفعه، وهو أشر من نار على علب. ولا شك ولا ريب أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى وبشريعته التي أمر بها على لسان رسوله واختارها لعباده في كتابه وعلى لسان رسوله، بل كفروا بجميع الشرائع من عند آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم أو إلى الآن، وهؤلاء جهادهم واجب وقتالهم متعين حتى يقبلوا أحكام الإسلام ويذعنوا لها ويحكموا بينهم بالشريعة المطهرة ويخرجوا من جميع ما هم فيه من الطواغيت الشيطانية. الثاني هو محمد حامد الفقي، رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية في مصر، الشيخ أبو زيد محمد حمزة. طيب، في كتاب في باب ألم في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، بيتكلم عن القوانين الفرنجة، القوانين الموجودة الآن، قال ومن هذا وشر منه من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بأنزل الله، ولا ينفع أي اسم تسمى به ولا أي عمل من ظاهر الأعمال الصلاة والصيام ونحوها. كذلك الشيخ شارح فتح المجيد، الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، أنا ذكرت لك الأدلة بعدين ذكرت أقوال العلم، أقوال أهل العلم توزن بالأدلة، مش تذكر أقوال الأدلة وتذكر أقوال العلم بعدين تحاول تنزل الأدلة عليها، الأدلة هي الأساس. طيب، قال كما في حديث أبو هريرة،
طيب ايوه قال امام مالك الطاغوت كل ما عبده من دون الله، وكذلك من دعا الى تحكيم غير الله ورسوله فقد ترك ما جاء به رسوله ورغب عنه وجعل الله شريكا في الطاعه وخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما امر به تعالى في قوله ان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا ما قضيت وسلموا تسليما. فمن خالف ما امر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم بان حكم من بين الناس بغير ما انزل الله او طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده قد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه وإن زعم أنه مؤمن، فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك وأكذبهم في زعمهم من الإيمان لما في ضمن قوله يزعمون نفي إيمانهم. كذلك من المعاصرين الشيخ أحمد شاكر في كتابه حكم الجاهلية، ده الخوارج يلزم عندك سؤال الشوكاني ومحمد حامد الفقي عبد الرحمن بن حسن على الشيخ وأحمد محمد شاكر يلزم ترد هل ديل من الخوارج هل ديل خوارج. طيب قال إن الأمر في هذه القوانين الوضعية قال إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضحة وضوح الشمس هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مضاورة ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام كائنا من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها. فليحذر امرؤ نفسه وكل امرئ حسب نفسه، ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين وليبلغوا ما أمروا بتبليغ غير موانين ولا مقصرين. ما نحن بنخاف من الأمن ولا الجيش ولا الشرطة يا شيخ، قد نستعمل ربنا جل وعلا اخذنا الرخصة انه الانسان عشان يبلغ دعوته قال فلتقوا منهم تقاه. ابن كثير قال فمن خاف في بعض البلدان من والاوقات من شر فعليه ان يتقي بظاهره لا بباطنه ونيته. وذكر اثار عن ابن عباس وذكر اثار عن ابن عباس في ذلك. لكن الدين دين والعقيدة عقيدة، نصدع بك شيء كافر ما عندنا يعني سبحان الله جل وعلا لا نخشى بالله لو أنت لائم إن أخفيناه لأن عامة الناس ما تفهم هذه الأشياء إلا بعض التأصيل، ما خوفهم من أحد والله. طيب قال برضو الشيخ قال أفيجوز مع هذا في شرع الله أن يحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوروبا الوثنية الملحدة بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة يغيرونه ويبدلونه كما يشاءون لا يبالي وعضوه أوافق شرع الإسلام خالفه. إن المسلمين لم يبلوا بهذا القط فيما نعلم من تاريخهم إلا في ذلك العهد عهد التتار وكان من أسوأ الظلم والظلام، ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له بل غلب الإسلام التتار ثم مزجهم فأدخلهم في شرعته وزال أثر ما صنعوا بثبات المسلمين على دينهم وشريعتهم وبأن هذا الحكم السيء الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إذ ذاك لم يندمج مع أفراد الأمة الإسلامية المحكومة ولم يتعلموا ولم يعلموا أبنائهم فما أسرع ما زال أثره. طيب بتكلم برضه عن تشريع الأزهر والتي قال لأن أكثر الأمم الإسلامية التي تكاد تندج في هذه القوانين مخالفة الشريعة والتي هي أشبه شيء بذاك الياسق الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر، هذه القوانين التي اصطنعها ناس ينتسبون الإسلام ثم يتعلموا أبناء المسلمين ويفخرون بذلك أبناء وأباء ثم إلى آخر كلامي اللي ذكرته قبل اللي هو الأمر في هذه القوانين الوضعية. فهل ديل من الخوارج؟ هل ديل الخوارج؟ الشوكان لما ذكر الطاغوت كافر هل هاي كان من الخوارج؟ برضه قبل الشوكان عندي دليل في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبو هريرة قال ينادي الله يوم القيامة يقول من كان يعبد شيئا فيتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها. فلو كان من الطواغيت من أمة الإسلام لبقيت مع أمة الإسلام، لكن بنص الحديث ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت في الصحيحين من حديث أبو هريرة وتبقى هذه الأمة أي أمة الإسلام وفيها منافقوها حتى المنافقين فيها، لكن الطواغيت ليس من أمة الإسلام. الصلاة بعد الصلاة إن شاء الله. الصلاة كانت كذا. بعد الصلاة إن شاء الله. نص الصلاة. الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أول حاجة أمجد قال لي أنت ما ذكرت دليل واحد لا من كتاب لا من سنة واكتفيت بذكر العلماء وفي العلماء المعاصرين وكأنه ينكر كلام العلماء المعاصرين ثم أتى بالذي أنكره عليه وجاب كلام علماء معاصرين محمد حامد الفقي وأحمد محمد شاكر وغيره من العلماء المعاصرين ودي نفس الحتة جنو الأنكر عليه وأتى بها. ده واحد. اثنين منو قال لك كلام العلماء ما حجة؟ لأن احنا أصلا بنظر حول شنو الآيات موجودة ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك الكافرون الفاسقون الظالمون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم أفحكم الجاهلية يبغون. ده كلام ربنا وصحيح ما فيه شك، لكن مشكلتنا في فهم كلام ربنا. طيب اللي بيفهمنا كلام ربنا منه
إما السنة وإما كلام السلف الصالح. عشان كده إحنا في المنهج السلفي نقول كتاب وسنة على فهم من؟ سلف الأمة. حتى ما تقول لي بس كتاب وسنة بس، لابد يكون بفهم سلف الأمة. وحتى العلماء المعاصرين جابوا كلام سلف الأمة وشرحوه، وده اللي قريته لك وإنت عملته بنفسي، أنكرت عليه عملته. ده واحد. اثنين، ما جاوبت على الكلام اللي قلته أنا أصلا، لا من قريب لا من بعيد. أنا قلت أنت بتكفر الحكام المعاصرين، واستدليت بدليلين من الرماح السمهرية، واحد حقك والرماح السمهرية اثنين. ده أعرضت عنه تماما وجعلته وراء ظهرك وغيرت الموضوع، مما يدل إنه كلامي صح، ومما يدل إنه كلام الشيخ الفوزان صح. بعدين ما حجة يقول لي يا أخي ده كلام الشيخ الفوزان، أنا عارفه كلام الشيخ الفوزان، تقول لك أنا ما أعرفه، وأنا جبت لك كلام كتاب الشيخ الفوزان، حيكون ما كلام الفوزان كيف؟ لكن الفوزان قال عنك أنت وأمثالك، قال أنت أشد من الخوارج الأوائل. أنت بعدك رد على الفوزان، قول قدام الناس ذيل فوزان كذاب، فوزان منهجه باطل، فوزان أبطل في هذه المسألة، قول ما شئت. طيب ده واحد. اثنين، قال أنا ما بلزمني منهج زول. الكلام ده ما صح، الكلام ده ما صح، لأن النبي صلى الله عليه إطلاقه ما صح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام زول. أنا بس أعلمك كيف تضبط ألفاظك زاد، حتى لو أنت ما قاصد كده، دار أعلمك كيف تضبط الألفاظ، عرفتها؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم زول ولا ما زول؟ زول بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وربنا أمرنا باقتفاء منهج أثره صلى الله عليه وسلم. طيب، فأنا لما جبت كلام الفوزان هو ما رد، لكن حاول يشير إشارات من بعيد وأخطأ. قام قال شنو؟ قال أنا ما أكفر عموم المسلمين. أنت هنا في بحثيك أنت كتبت براك، أنا ما كتبت بحثي، ده كتبت أنت. هنا في بحثيك ما قلت عموم المسلمين، قلت شنو؟ تبدأ تتكلم عن حكام المسلمين. دي ما أنكرتها ليه؟ ليه ما قلت قدام الناس بتحنك جيبهم ذاته معهم الصادق ما صلى معانه ما بصلي مع الناس موجود إلى آخره؟ ليه ما قلت قدام الناس اللي أنت عزمتهم ودعيتهم ديل أنا ما بكفر حكام المسلمين عشان يكفروا أسعى دي رفعوا كافر؟ دي زار منها العصر. قال أنا ما بكفر عموم المسلمين، ولا نظرنا في عموم المسلمين، لكن أنت بتكفر عموم المسلمين، رأيك شنو؟ دي ورقتك ولا ما ورقتك؟ دي ورقة تانية طلعه. نحن بنقول دائما في المنهج السلفي إن أعظم خدمة قدمها أعداء الله لأهل الحق هي تأصيلهم لباطلهم. الكلام ده كتبته أنت أبو وراء السيف دل بتاعك التوقيع بتاعك، إلا تقول ما حقك والله تمكر ونتبال لسه ونتبال تاني بعدين. في الورقة دي قلت فيها في الورقة في الصفحة البورة، قال ففي هذا الزمان انتشرت في بلاد المسلمين المحاكم الجنائية والتي تحكم بين الناس بالقوانين الوضعية الطاغوتية. زاد بتكلم عن واقع يا جماعة في بلاد المسلمين، شفت بتكلم عن واقع الآن وفي هذا الزمان السعري. طيب، انتشرت المحاكم الجنائية التي تحكم بين الناس بالقوانين الوضعية الطاغوتية المخالفة للشريعة الإسلامية، فالتحاكم إلى مثل هذه المحاكم هو من التحاكم إلى الطاغوت، واحد، ومن الشرك الأكبر المخرج من الملة، اثنين، ثلاثة، لأنه صرف لعبادة التحاكم إلى الطاغوت الذي وضع القوانين الشركية المخالفة لشريعة الله والطاغوت الذي حكم به. إذا أمجد أي زول مشى القاضي مرة طلقوها، زول ما يرجع مرته، مشكلة بتاعت ورثة، وقفت قدام القاضي أنت بقيت مشرك يا تشرك يا جماعة، عشان ما بعدين يتلولوا لي يقول أنا قلت الأصغر. قال ومن الشرك الأكبر المخرج من شنو؟ الملة. أكد باثنين ثلاثة مؤكدات. إذا الناس ذاته في ورقة تقدر عندك كفار، إما تعتذر تقول الله أنا آسف وأنا كنت جاهل لما كتبت الورقة دي وكذا وكذا، وإما تتنازل من منهجك ومن كلامك ده خلاص، وإما تنقض لي تقول لي أنت ما فهمته. وهو دي الورقة أنا قريت لك النقطة من بدايتها إلى نهايتها، دي ورقة أبو براء السيف، وهو اعترف قال هو أبو براء السيف. ما أنا نخدت لك هنا زي ما قال شيخ الإسلام تيمية، بالمناسبة التكفيرين عندهم طغية، والله أتكلم معاك بوضوح شديد، بوضوح شديد، وأي زول دار ناظر معه وجه المساعدة ناظر، التكفيرين عندهم طغية. ابن تيمية قال والشيعة لا يناظرون إلا من خلال كتبهم ومستنداتهم. ليه؟ لأنهم عندهم طغية بيكذبوا، ده بيكذب. عشان كده أنا بجيب لك المستندات. أنت قلت المجتمع هنا كافر، وقبل شوية قلت المجتمع ما كافر، دي حلوة كيف؟ واحد، اثنين، نمرة اثنين، اتكلم عن الياسق، وطبعا هنا عنده في بحثي وده بليفه بدور انه يقدمونه، ما معناته يفضلونه، يقدمونه عنده معاني كثيرة، لكن في كلام ابن كثير معناته يفضلونه لأدلة. ارفع كتاب شيخ ابن كثير اللي اتعلم منه ابن كثير ذاته ابن تيمية، ده فتاوى جزء 8 جزء 28 شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله،
افتح صفحة 521 لحد ما تفتحوا ده انا اوريك اشوف هالقراقي بيل ده كتاب ولا مكتبه ده كتاب القلم انه انا استاذنت جزاه الله خير اداني اليوم الزول ده ما تريق الكلام وهو قال كده وخلاص يعني بتاع فتح المجيد كفر يعني وابو حامد الفغي كفر ونسى القضيه ده كتابه شوف انت بتبتر الكلام كيف وكم مره انا قبضته في البتك لا انا ما اتكلم في ممكن زول يتكلم ممكن زول يناقض دقيقه يا زول ممكن زول يناقض مش اتفقنا انه ما زول يتكلم يا زول انا اتكلم معاك هنا وانت تقول الدايره شفت في الترابيزه دي نتكلم كلام شديد اصلا هو من تعت تقول لي لا وما اعرف اجيب وما اجيب انا ما بشتغل بيه ولا بسمح لزول من الناس يدخل دار يدخل يجي معاك قدام هنا طيب وانا موافق تجي معاه قدام لكن من هناك ما يتكلم طيب قال ده كلام القراو شوف شوف بتروا ليه كيف قال قال فإن من البداية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم مجرمين هنا قريب ثم بس قال أيوة ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت وسلموا تسليما قال فمن خالف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن حكم من بين الناس بغير ما أنزل الله أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريد فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وإن زعم أنه مؤمن فإن الله تعالى يلا دار يوريك الكلام ده جابه من وين ودي البتر تعد لأنه تعد بتر وحنجيبه عشوية فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك وأكذبهم في زعم الإيمان لما في ضمن قوله يزعمون من في إيمانهم فإن يزعمون إنما يقال غالبا لمن ادعى دعوة هو فيها كاذب لمخالفته لموجبها وعملي بما ينافيها يحقق هذا قوله تعالى وقد أمر أن يكفر به لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد ده كله قراو أنا قاعد أعيد لك بس أنا لسه جاي للموضوع بتاعي كما في آية البقرة وده كله قراو طوالي وانتهى لحدي مؤمن فإنه في غاية البعد عن الإيمان انتهى لحدينا الكلام الما قراو أو ده اهتمام بيجاي قال الصفحة 2386 قال قال ابن كثير ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والإصطلاحات التي وضع الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات كما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وفيها كثير من الأحكام أخذ عن مجرد نظري وهواه فصارت في بنيه شرعا يقدمونها على الحكم بالكتاب والسنة فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم بسواه اتكلم طوال الشيخ إلى أن أتى بالصفعة التي بعدها قال وقوله دي صفحة 384 وقوله ويصدون لازم هو بمعنى يعرضون بمعنى كلام ده كله عن الذين أعرض بمعنى يعرضون لأن مصدر صدودة لأنه مصدره صدودة فما أكثر من اتصف بهذا الوصف خصوصا ممن يدعي العلم فالآية ذاتها تمت واصلت قصة من قصة صدودة الذين أعرضوا وعندنا بالشريعة بالاتفاق كفر أكبر اسمه كفر شنو الإعراض ذكر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في نواقض الإسلام العشرة واستدل بقوله تعالى ومن أظلم ممن كذب بآيات ربي ثم أعرض عنها فالمعرض كافر لكن ما أيز الحكم بغير ما أنزل الله طوال يكفر وحاجة كلام ابن كثير شرح ابن تيمية فرصة الجاه لأنه طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم طيب أنا حبت بآخر نقطة رغم أنه قلت أعزم مرتب النقاط لكن حبت بآخر نقطة طيب أنا الكلام اللي قريته ذكر أنه قريته هو كلام في صفحة 383 وذكرته طيب قوله يصدون لازم وهو معنى ده كلام موضوع ثاني اصلا قال العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى هذا دليل على ان ادعى الى تحكيم الكتاب والسنه فابى انه من المنافقين قوله ده له شرح بتاع الايات واذا قيل لهم لا تصلوا الارض قالوا انما نحن مصلحون ده الشيخ عبد الرحمن بن حسن الشيخ ممكن يزل يشوفه انا قريت لحد الفقره اللي هنا الفقره وذلك ان التحاكم للطاغوت ايمان به لحد هنا ده كله كلام بدأ في آية تانية ويريد الشيطان يظلم ضلالا بعيدة شرح الآية تانية ومزمل قال أنا بترك كلام مش أقرأ من هنا ما علينا مزمل تعمل حاجة زي دي ما علينا ده كلام موضوع تاني أجيب أي زول من الناس خليه يقرأ الكلام كله كلام في موضوع براو طيب أنكرت قال عليه وأتيت بعلماء معاصرين
أنكرت عليه وأتبع علماء معاصرين. أنا ما زيك, أنا جبت الأدلة, الله قال الرسول قال, الله قال الرسول قال, الله قال الرسول قال, بعدين تقرأ أهل العلم, لأنه عندي منهجين إنه الله قال الرسول قال وأقوال أهل العلم توزن عليها. أنا بجيب أقوال أهل العلم عشان إنه أنا أوري إنه أنا عندي سلف صالح في المسألة, إنه قولي ما قول شاذ, ما قول خوارج, مش عن أقول حجة, أقوال العلم حجة, ما في حجة إلا الكتاب والسنة وإجماع أهل وإجماع الأمة. الفوزان قال نحن أشد من الخوارج الأوائل, قلت لك ما يلزمك الله الفوزان إلا بدليل. جيب أذكر منهج الخوارج الأوائل لحد الآن ما ذكرته, لحد الآن ما ذكرت أصول الخوارج ذكر أهل العلم عند فتح الباري. ليه أنتم المعاصرين دي ليه عندك أنت فتح الباري ذكر أصول الخوارج, عندك غيره, عندك ابن العربي المالكي, عندك النووي في شرح صحيح المسلم, كلهم ذكروا أصول الخوارج. أذكر ليه أصول الخوارج ونزل علينا, قول لنا والله أنت بتكفر بكذا كذا, أنا عارف أصول الخوارج خمسة لكن أنت تذكرها أنت وتنزل علينا. طيب قال أنا ما يلزمني كلام زول, ده أنا قلت قال أنا ما يلزمني كلام زول, أنا قايلت قلت ما يلزمني كلام زول إلا الكتاب والسنة, يعني ما قلت قال الرسول زول وكذا وكذا, هذه صفصه وخروج برا الموضوع. شوف الليله تقوم تقعد تلف تمشي شغل اركان النقاش كله تعمل هنا من هاي لذلك زاغان قدان قال ما بقول الكلام ده, بقول الحق باطل والباطل حق, في النهايه تطلب مطالب بالدليل, في النهايه مطالب بالدليل. جيب كلام الفوزان ده دليل شنو طاغوت, ما يسمى طاغوت الا الاستعلال لحد ما جبت الدليل. وسبحان الله للاسف العشر دقائق الثانيه برضه ما فيها ولا ايه ولا حديث واحد, ما في اي حد في مقام الاستدلال, بس الا كان لما كان بيقرا كان في ايات, لكن ما جاب ايه ولا دليل واحد يصل مسالته كلها شبهات. انا اصلا تقن الطاغوت وانه من اصل توحيد الكفر بالطاغوت, وذكرت لك الادله وذكرت لك اخوان العلم وذكرت لك انه الطاغوت قديما وحديثا, يعني بدات لك بالشوكان ما بدات لك بمحمد حامد الفقي. انا بقول انا شهد شاهد من حال اهلي محمد حامد الفقي رئيس جماعه الانصار السنه المحمديه في مصر, انتفرد من جماعه الانصار السنه المحمديه, فذكرت لك شهد من باب شهد شاهد من اهلي وذكرت لك من الشوكان وذكرت لك قبل دليل ابو خدال واتبع من كان ابو الطاغوت الطاغوت, جبت لك احمد محمد شاكر, وزيدك من الشعر بيت في مجموعة التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب اللي بتدعو الانتساب له مجموعة التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله, ذكر في الطواغيت قال فالله الله يا إخواني تمسكوا بأصل دينكم وأوله وآخره وأسه ورأسه شهادة أن لا إله إلا الله, واعرفوا معناها وأحبوها وأحبوا أهلها واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين, واكفروا بالطواغيت وعادوهم وباضوهم وابغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم أو قال ما علي منهم أو قال ما كلفني الله بهم, فقد كذب هذا على الله افترى وافترى, فقد كلفه الله بهم افترض عليه الكفر بهم والبراء منهم ولو كانوا إخوانهم وأولادهم. ده كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مجموعة التوحيد. تمام. طيب البرقع أيوة. طيب النقطة بعد قال أنا بكفر حكام المسلمين, أيوة قلت لك أي حاكم يحكم بالطاغوت يحكم بشرعة غير شرعة الله يجعل فيها السيادة للشعب وأن السلطة تستمد من الشعب من أراء الشعب ولا وما يريكم الشعب إلا ما يرى وما يهديكم إلا سبيل الرشاد, وإن تنازاتهم في شيء في ردوه للشعب إن كنتم تؤمنون بالديمقراطية فهو كافر مرتدع إناث, وهذا ما دين الله جل وعلا به هو طاغوت كافر مرتدع عن الطواغيت. بل حتى الشيخ عبد الله ذكر يقول قال وابغضوا حتى من جادلهم ولم يكفرهم وقال ما عليه من, فقد افترى الله الكذب من يقول بذلك. فمن اصل التوحيد كفر بالطاغوت والايمان بالله جل وعلا, كفر بالطاغوت تعليق صار مع الطاغوت, الكفر بالطاغوت والايمان بالله جل وعلا بين الله جل الله جل وعلا قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ده التوحيد, ده اصل الدين, ده معنى لا اله الا الله. ما ممكن يكون الزول بالسطيح حيث انه يجيب لي كلام بعد 15 قرن من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما يجيب لا اله حديث. طيب في رساله معنى الطاغوت ضبط مجموعه التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال وصفه, قال اعلم رحمك الله تعالى ان اول ما فرض الله على ابن ادم الكفر بالطاغوت والايمان بالله, والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأما صفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتكفر أهلها وتعاديهم, تكفر أهلها وتعاديهم. برضو جاوب سؤال قبل ما جاوبت لي الشوكاني محمد حامد الفقي والشيخ عبد الرحمن بن حسن اللي هو جبت لي كلام صدود وما صدود آية ثانية صدود وما صدود, أنا أتكلم في آية ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا ونزل إليك ونزل من قبلك, لما ما يزنك لما تزنك الآية ما تمشي لآية ثانية, آية وفي كلامه واضح ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا ونزل إليك ونزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. أول حاجة الآية وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله
وإلى ما أنزل الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. دي الآية بعدها زاد في سورة النساء. الآية بعد ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى ما أنزل إلى الرسول رأيت وإلى الرسول عفوا رأيت يبدأ كلهم عارفين أنت ما عارفه رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. دي الآية البعضية أشرحت لك دي بصورة واحدة وآيتين ورا بعض. أما كلامك صفحة 283 كلامي أنا قلبت الصفحة صفحة 284 تمامة الكلام مش جبت لك آية تانية. هو ده قال دي آية تانية. يا جماعة زول ما بيعرف القرآن يفهموا صح كيف زول ما بيعرف الآيات ذاتها. الآيات ذاتها دي الآية وين ودي بعد ياتو آية هو ما عارفة وين يفهمها صح كيف كده يفهموا انت يا جماعة زول ما عارفة وين وما عارف انه الآية دي بعد دي وترتيبها يفهمها صح كيف. طيب ده واحد. النقطة الثانية فأنا ما طلعت الموضوع أنا شرحت لك الموضوع في تمامة الكلام. تمامة الكلام 284 وكلامك 283 من فتح المجيد ممكن تفتح على النازل توري له بعدين جي بس أوريك له. طيب ده كلامه في صفحة 283 هو فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله وقال ويريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا يبين تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. بداية الآية بداية الصفحة بتكلم عن شنو؟ عن الآية اللي قبلها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بعد ذلك شرح عليك الآية بعد سورة النساء. دي الآية رقم 61 من ديك الآية رقم 60 من سورة النساء وبتاع الصدودة دي الآية رقم 61 من سورة النساء. البعضية طوالي هي شرحت لك المقصود في الآية الأولى. شرح الآية الأولى صحيح فتح المجيد في الصفحة الأولى 200 كم 83 ده القراءه وقف فيه وما جاب 284 في مواصلة شرح الآية الثانية. أنا قريت لك مواصلة شرح الآية الثانية وده 284 كان أنا كذاب ولا كذاب أو ده قدامك الكتاب 284 قال قوله ويصدون لازم وهو بمعنى يعرضون. إذن الآية تتكلم الآيتين بيتكلم عن كفر الإعراض بيتكلم عن كفر الإعراض وكفر الإعراض بالاتفاق كفر أكبر مش مجرد الحكم بغير ما أنزل الله كما تزعم. ده واحد. اثنين الزول اللي بيقول مجرد الحكم بغير ما أنزل الله أو الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله كافر كفر أكبر بلا تفصيل زي كلام أمجد والجماعة المعاو ده مذهب الخوارج. ذكرت لك دليل واحد كلام الفوزان. أذكر لك دليل ثاني كلام ابن عبد البر المالكي في كتاب التمهيد ارفعه. طيب في كتاب التمهيد بعدين يا جماعه تتنوا كلام العلماء ما حجه وما حجه الايات ثابته لكن اللي بيفهم الايات منه هل امجد اعلم ولا الفوزان؟ هل انا بسالكم امجد ده اعلم ولا الفوزان؟ انا بذكر لك شرح الفوزان لي كلام اظن ما تكلم تعال معه قدام اصله ما تكلم اي زول جزاك الله خير. انا قايله منين انا قايله من الجماعه. طيب جزاك الله خير. اذا الفوزان الفوزان طيب طيب خلاص يا عمنا عمنا خلاص جزاك الله خير. طيب 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 اول حاجه ده كلام يا عمنا كلامك صحيح لكن شنو بس كلامك صح لكن بس ضابط المناظره ضابط المناظره. طيب طيب دقيقة خلينا نمشي الزول يا عمنا عمنا بس يا عمنا عليك الله اصبر. طيب صفحة 312 صفحة 312 ابن عبد البر المالكي كتاب التمهيد جزء 16 صفحة 312 قال مش سألني قال لي وريني الخوارج وصولهم شنو ده السلف ما من راسك سلف ده ابن عبد البر كتاب التمهيد قال وقد ضل جماعة من أهل البدع
من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب، فاحتجوا بهذه الآثار ومثلها في تكفير المذنبين، واحتجوا من كتاب الله، من كتاب الله، أنا ذكرت لك أنت بتكفر المجتمع، من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها، هذا كلامك هنا موجود هنا، طيب بآيات ليست على ظاهرها، مثل قوله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وأن تعبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إلى غيرها من الآيات. قال: وروي عن ابن عباس، بعد ذلك أريك المعنى الصحيح للآيات، إن واكم الأكبر طوال زي ما بقول الزول ده. وروي عن ابن عباس في قوله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: ليس بكفر ينقل عن الملة، ولكنه كفر دون كفر، وقد أوضحنا معنى الكفر في اللغة في مواضع من هذا الكتاب، والحجة عليهم قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اثنين، عبد البر كلام السلف. اثنين، وكلام العلماء ده حجة، ربنا لا في القرآن، أنت طلعت ما عارف الآية دي وين والآية دي وين، أنا بديك كلام ربنا والآيات. ربنا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. ربنا جل جلاله قال: الرحمن فاسأل به خبيرة. خبيرة ده شنو؟ قال تعالوا وريني. ده ما العلماء ديل تقول ليه كلام ما بيلزمني؟ طيب إذا كان كلام العلماء ابن تيمية والسلف ده ما بيلزمك، والفوزان وابن باز، أنت إيه اللي تلزمني بكلامك أنت؟ والله لو قعدت معي 100 سنة ما تلزمني بكلامك. ده سلفنا الصالح تقول ليه ما بيلزمنا؟ وكلامك أنت كاتب لي رماح سمهرية واحد، رماح سمهرية اثنين، تقول ليه ده بيلزمني أنا؟ ده ما بيلزمني ذاته، ده ما بيلزمني. كلام السلف بيلزمني بنص قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. دي آيات، دي آيات امسكها عندك، مش بتوافق الأدلة، الأدلة جاية تصبر شوية. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. الزول اللي بيشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم وبيتبع غير سبيل المؤمنين، ربنا توعد بجهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين ده المنو؟ اللي هم إذا ما سلكنا سبيلهم بنمشي جهنم، ده المنو؟ الصحابة والسلف الصالح. افتح ابن كثير، ده المؤمنين. تقول لي ما يلزمني ده كلام ناس؟ ده كلام السلف، والفوزان شرح عليك كلام السلف ولسه جاي. الأجري في كتاب الشريعة قال اللي بيقولوا الآيات دي كفر أكبر بلا تفصيل، ده انتوا الخوارج، والفوزان قال انت أشد من الخوارج، الصومال ما بتتفك منك. 34 الشريعة للإمام الأجري، هذا الكتاب. طيب قال: ومما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله عز وجل، من المتشابه، لاحظ وصف الآية دي من المتشابه من المحكم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وربنا قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. جبايات متشابهة عشان يكفر بها الحكام وعشان يضلل بها أولاد وبنات، لكن هيهات نحن لك بالمرصاد. قال: ويقرؤون معها: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فإذا رأوا الحاكم، الحرورية دي للخوارج، قطنوا منطقة حرورة خوارج، فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر طوالي بدون أي تفصيل، زي موضوع عم جدا، قالوا قد كفر، ومن كفر عدل بربه فقد أشرك. وانت قلت شركة أكبر في الورقة بتاعتك موجودة هنا قاعدة معي هذه الورقة. طيب قال: ومن كفر عدل بربه فقد أشرك، فهؤلاء الأئمة مشركون فيخرجون فيفعلون ما رأيت، لأنهم يتأولون هذه الآية. إذا منهجك منهج الخوارج بكلام السلف. نمرة ثلاثة قال، وده أصل الأصل الأساسي في منهج الخوارج، إنه بيجعلوا الآيات دي كفر أكبر بالمناسبة. ده الأصل الأساسي الأول في منهجهم، وتحداك تقول لي ده ما الأصل الأساسي في منهجهم، وأنا قلت لك كلام السلف، أنت بعدت على قول السلف دي غلطانين، أنا مارك برا ودي الكتب برفع وبقرا بس. طيب قال ديل قال ديل واحد قال ديل واحد قال قال وقرا كلام نقولات، بس النص اللي مسكته قال: وابغضوا و و و وابغضوا من لم يكفرهم. وقال ده قالوا محمد عبد الوهاب صح، ما بيكفر الطاغوت نبغض ونكره، لكن الفوزان قال لك الطاغوت هو الذي يستحيل، عرفت؟ والفوزان افهم بكلام محمد عبد الوهاب من الاستاذ امجد ابو براء السيف، ذاك الفوزان انا عندي افهم، اذا في ناس هنا عندهم امجد افهم، ده موضوع ثاني طبعا. طيب معلش. قال الياسق، موضوع الياسق. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب
بدأ بأنه ذكر الأثر أول حاجة قبل ما ذكر الأثر في أثر بتاع الأجور إيش ذكرته فيه ابن لهيعة وضعيف الأجور في الشريعة فيه ابن لهيعة وابن لهيعة متفق على ضعفه ابن لهيعة ولهيعة ولهيعة ابن لهيعة متفق على ضعفه في الأجور في الشريعة فلو بضعتك أصلا في الحديث ضعيفة ما في داعي لحاجة زي دي. طيب تكفير المذنبين طيب الأثر ذكره ابن عربي وذكره كثير من أهل العلم الخوارج بيستدلوا بالآيات بتاعت الحكم وغيرها في تكفير المذنبين أصحاب الذنوب والكبائر ما في تكفير أصحاب المعاصي بيستدلوا بأنه بيستدلوا بالآية دي أنه بيفعل البشرة بالزنا البشرة بالخمر البشرة بالخمر كافر اللي بيفعل الزنا كافر اللي بيلعب الميسر كافر بيستدلوا بالآية دي بيقولوا اللي بيفعله اللي بيفعل الزنا ده كافر ليه لأنه حكم بغير ما أنزل الله ونحن ما بنقول كده بقول فاعل الذنوب دي ما دام هي ما غير نواقض لا يكون صاحبها إلا بالاستحلال واحد نثبتها لكن بتقول أي زول مرتكب ناقض كافر بالله العظيم إذا توفر الشروع انتفت الموانع التحكم بغير شرع الله ناقض وربنا سمى الحكم بغير شرع الله طاغوت ما ذنبه معصية وكبيرة من الكبائر زي الزنا وشرب الخمر وكذا حتى كلام عبد الرحمن بن حسن عن الشيخ قبل ذكرته طيب انه التحكم الطاغوت امام به ما اعرف الكلام ده ما يلزمك ولا يلزمك ولا ما يلزمك لكن جاي اقول لانه الكلام عندي كثير شيء اثنين بالنسبه للقران انت قلت ما بعرف القران ولا ايه انا الايه الباقي ايه 60 سوره النساء فاتم عليه كلها ربنا قال يا الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا رسوله اولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا الم ترى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليكم وانزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت استدل ذلك بالايه ان ربنا سمى الحاكم غير الله يصدوني ويعرضون دين المتحاكمين له انا بتكلم عن دين بتكلم انه ربنا سمى الحاكم بغير شرع ربنا طاغوت ما بتكلم عن بيصدوا وبيعرضوا عن حكم الله جل وعلا هم دين اللي يتحاكموا لا بتكلم عن الطاغوت ذاته ربنا سماه طاغوت في الايه دي الم ترى الذين يزعمون انهم امنوا وانزل اليكم وانزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد في دلاله على انه لان ربنا قال فما يكفر بالطاغوت يؤمن بالله في دلاله ان التحاكم الطاغوت عمد كفر به يريد وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا واذا قيل لهم تعالوا ما الى ما انزل الله والى الرسول انت الغلطة في الايمان واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا اولئك الذين يعلم الله ما في صدورهم في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما جزاء 50-65 نساء طيب بالنسبه لقول القول المرجع المثل الذي رجعت له اللي هي مساله انه حتى هذه المسائل او هذه الاثار استدلوها الخوارج على تكفير العصاة نجد هو حتى الاثار منها اثر ابن عباس وبعض وكثير من اهل العلم قالوا بضعفه نبدا واحد نبدا قالوا الإمام الفخر الرازي للتفسير الفخر الرازي للتفسير في تفسير قوله تعالى سورة المائدة ولما قال أنزل الله فلا الكافرون قالت الخوارج شوف الخوارج استدلوا بها على تكفير العصاة المذنبين اللي هو الفعل بكبائر غير مكفرة زي شرب الخمر شرب الميسر الزنا قتل النفس المصافحة غيره رب الخوارج استدلوا ليه كفار بشنو بآية الحكم فالسلف ردوا عليهم انه استدلالكم ده غلط مش انه الايه كفر ظاهر لا استدلالكم ده غلط استدلالكم ده خطا مجرد الانسان ما يفعل المعصيه ليس بكافر لانه قد يفعلها ويحكم فيها بحكم الله قد يفعل الزنا ويحكم فيه بحكم الله انه الزنا حرام قد يشرب الخمر ويحكم فيه بحكم الله انه شرب الخمر حرام فهذا فاعل ما يكفر الا باستحلال انه يغير فيها حكم الله ولا حلال حتى يكفر انا بتكلم عن دي انا بتكلم عن مواقف شرك بالله العظيم التحكم بشرع الله عباده وصف العباده لغير الله شرك اكبر ومصرفت له العباده اللي هو المعبود من دلاله الطاغوت ربنا سماه يريدون ان يتحكموا بالطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ولا يستقيم التوحيد الا بالكفر بالطاغوت فلا يستقيم التوحيد الا بالكفر بالطاغوت ما مر قال شو قال شنو اللي هو تفسير الفخر الرازي قال بوريك انه الاثار دي ما في تفسير الايه في الرد على الخوارج وفرق بين مسالتين بين انه الخوارج استدلوا في الذنوب والمعاصي بالايه على انه الذنوب والمعاصي دي كفر اكبر فاهل العلم من ابن عباس وغيره ذكروا الاثار دي في الرد عليهم مش في تفسير الايه اسمع قال قالت الخوارج كل من عصى الله فهو كافر وقال جمهور الائمه ليس الامر كذلك اما الخوارج فقد احتجوا بهذه الايه وقالوا انها نص الايه ونحكم انزل الله فلا كافرون وقالوا انها نص في ان كل من حكم بغير ما انزل الله فهو كافر وكل من اذنب لاحظوا وكل من اذنب فقد حكم بغير ما انزل الله فوجب ان يكون كافرا
قالوا وكل من أذنب فقد حكم بغير ما أنزل الله فوجب أن يكون كافرا. وذكر المتكلمون والمفسرون أجوبة على هذه الشبهة. الأول أن هذه الآية نزلت في اليهود فتكون مختصة بهم وهذا ضعيف لأن الاعتبار بعمر الله صلى الله عليه وسلم. الفخر الرازي بيذكر أجوبة الأئمة وضعيفة وبيذكر بغيرهم هم أبو الفخر الرازي النيسابور وبحيانا ندرس حقر من الناس كلهم ضعفوا الردود الضعيفة. قال الأول المتكلمون المفسرون أجوا في هذه الشبهة. شبهة شنو؟ إن الخوارج قالوا كل من حكم كل من أذنب فقد حكم بغير ما أنزل الله. بيحلق ليه ده حكم بغير ما أنزل الله؟ طبعا لما تزنيكم بيرجعوا الحاجة دي دخلوا الخوارج طبعا. طيب وهذا ضعيف لأن الاعتبار بعمر الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من حاول دفع هذا السؤال فقال المراد ومن لم يحكم من هؤلاء الذين سبق ذكرهم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا ضعيف لأن قوله ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون لأن قوله ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك الكافرون كلام أدخل فيه كلمة من في معرض الشر فيكون للعموم لأنه من إذا جاء في صغة الشر في معرض الشر تكون للعموم. وقول من يقول المراد من لم يحكم بما أنزل الله من الذين سبق ذكرهم فهو زيادة في النص وذلك غير جائز يعني خصصا بسبق ذكرهم اللي هم اليهود. طيب الثاني قال عطاء هو كفر دون كفر. وقالوا طاووس ليس بكفر ينقل عن الملة كمن يكفر بالله واليوم الآخر. فكأنهم حملوا الآية على كفر النعمة لا على كفر الدين وهو أيضا ضعيف لأن لفظ الكفر إذا أطلق انصرف إلى الكفر في الدين. لفظ الكفر إذا أطلق في القرآن والسنة انصرف إلى الكفر في الدين. أزيدك من الشعر يبقى أحيانا ندرس يعني ذكروا أهل العلم ذكروا الآثار دي وضعفها لأن الكفر إذا أطلق انصرف إلى الكفر في الدين بفهم الصحابة ذاته حيوه. أقول أحيانا ندرس برضو في تفسيره لنفس الآية قال كما حتى أنا أقول عن ابن عباس كما قال ابن عباس قال واحتجت الخوارج بهذه الآية على كل من عصى الله تعالى فهو كافر وقالوا هي نص في كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر وكل من أذنب فقد حكم بغير ما أنزل الله فوجب أن يكون كافرا. ده القول الرد به والآثار بتاعت ابن عباس وغيره اللي في الرد على الخوارج لما استدلوا أن على الناس الخوارج اللي هم بيكفروا بكبائر الذنوب نحن بنكفر بالشرك والنواقض بالطاغوت والتحاكم للطاغوت والكفر بالله العظيم بالنواقض. طيب وقالوا وهي نص في كل من حكم بغير أنزل الله فهو كافر وكل من أذنب فقد حكم بغير ما أنزل الله فوجب أن يكون كافرا. وأجيبه يعني دي إجابات المفسرين وأجيبه بأنها نزلت في اليهود فتكون مختصة بهم وضعيف بأن العبرة بعمر الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال دي في الإجابات تقديره ومن لم يحكم بما أنزل الله من هؤلاء الذين سبق ذكرهم من قبل وهذا ضعيف لأن من شرط وهي عيام عام وزيادة ما قدر زيادة في النص وهو غير جائز. وقيل مراد كفر النعمة اللي هو كفر الأصغر وقيل المراد كفر النعمة وضعف بأن الكفر إذا أطلق انصرف إلى الكفر في الدين. والكفر إذا أطلق انصرف إلى الكفر في الدين يعني إذا قلنا الكفر في كلام الله وكلام الرسول انصرف إلى الكفر في الدين إذا ما يطلق بنص فهم الصحابة في الصحيح أو في البخاري من حديث ابن عباس في بواب البخاري في باب كفران عشير وكفر دون كفر قال يعني ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أريد النار فرأيت أكثر أهل النساء بكفرهن. قيل يا رسول الله أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان إن أنت أحسنت إلى أهدان الدهرة ثم رأت منك يوم الشام. قال ما أحسنت إليه قط. الشاهد لما ذكر الرسول بكفرهن ما قالوا ليه تكفر أصغر قالوا يكفرن بالله فدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يذكر كلمة كفر أول ما يفهم الصحابة كفر بالله العظيم. فالكفر إذا أطلق انصرف إلى كفر الدين. قاعدة قررها شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم مخالفة أصحاب الجحيم. طيب قال حتى قال وفرق بين الكفر المعرف باللام كما قوله ليس بين العبد وبين الكفر والشرك إلا ترك الصلاة فإنه كفر مركب في الإثبات. وفرقهم أيضا بين المعنى الاسم المطلق إذا قيل كافر أو مؤمن وبين المعنى المطلق الاسم في جميع موارده فرق حتى بين إنه هذا قد يطلق وترجع بعض كفارة وفرق بينه بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة تركوا الصلاة. فالأصل في كلام الله ورسوله إنما يطلق الكفر الراد به الكفر الأكبر. والحديث الآثار دي هي في الرد على الخارج وضعفاه للعلم ضعفاه زي ما في حتى في النيسابور لكن ما لما يسوي تقول تمي الله طم تقتنع لكن ما مشكلة. قلت برضو أثر الأجوري طبعا ضعيف ما تستدل بابن لهيعة أو كذا مفهوم الناس بتكفر متحاكمين المحاكم القاضية ما ذول ده ما يفرق بين إطلاق الحكم عامة. أنت أسمع تقول دعاء غير الله شرك أسيب كفر يزول بنادي غير الله بتقول الذبح لغير الله شرك أكبر بتكفر يزول بيذبح لغير الله بتقول من استغاث بغير الله في الشلات فهو كافر كفر أكبر. هل معنى ضرورة التعيين ما فرق بين كفر النوع وكفر العين جهلك أنت أنا ما بعتذر ما جاي جهل عندك أنت ما عندي أنا أنت أنا أقول لك فقد كفر فقد كفر ده ما ضرورة على المعين. أهل العلم يفرقوا بين ما يقول من فعل كذا كفر ومن فعل كذا كفر بين المعين اللي بيرتكب ناقض اللي ما يكفر إلا بعد توفر الشروط انتفاء الموانع. الرماح اللي ما قرد منا إنه أنا ما بكفر المعين والأصل في المعين إنه لا يكفر إلا بتوفر الشروط انتفاء الموانع قمت حجة اللي ما قرد من الكلام ده أنا البفتر
الدكتور اللي انت بيه دكتور ذاكر في الرماح الثاني مو معطى غلط الكلام حافظ اكثر منك ليه ما ذكرت وفي الرماح الثاني برضه ليه ما ذكرت الكلام ده موجود انه انا ما بكفر الا بعد توفر شلون دفاع المانع ما بكفر الا بعد اقامه الحجه طبعا شلون دفاع طيب امجد اول حاجه قرا الايه وقرا الحمد لله اخيرا صحيحه لكن كلامه الاول قال الايه الثانيه دي قال دي في محل براء ودي محل براء لذلك انا رددت عليه عرفت كلامي لان قلت دي براء ودي براء انا بعد ذاك اثبتت لك انه دي الايتين ورا بعض والايه الثانيه تفسر الاولى ومقصود بها كفر الاعراض كفر الاعراض متفقين فيه ده كلامي طيب اثنين قال اثر الاجري قال اثر الاثر الذكر الاجري ضعيف ده ما اثر ذكر الاجري ده كلام الاجري ذاته يكون ضعيف كيف ده كتابه انا بوريك ده مش الكتاب طيب صفحه 34 دي شوف أجابة ليه وظنه سعيد نصر كان كثير في كتاب في الرد علي خلاص هو الشالة من هنا أجابة من رأسه حتى لو ما قلت من هنا قال مين من الاثنين مخطئين انت وشيخك صفحة 34 الأثر فوق حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا المسن ابن أحمد قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن لهيعة عرفته ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله عز وجل وأخر متشابهات قال أما المتشابهات فهن آي في القرآن يتشابهن على الناس إذا قرأهن من أجل ذلك يضل من ضل ممن ادعى هذه الكلمة كل فرقة يقرؤون آيات من القرآن ويزعمون أنها لهم أصابوا بها الهدى قفل الغوص بتاع الأثر وده غوصين كمان قفلوا من نقطة الأثر انتهى التعليق ومما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله عز وجل ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك الكافرون ويغرون مع ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا كفر زيك وكذا إلى آخره ده تعليق الإمام الأجري وده كتابه يكون ضعيف كيف الأثر الفيه ابن الهيعة ده انتهى وده قبل الغوص بالله عليكم الله عين كان أتمنى يكون في بروجيكتر عشان أكبر لكم البتاع ده أودينا الأثر انتهى قبل الغوص الأثر وأنا أتحداه وده يشوفه بعينه في تحدي أكثر من كده أقرأه ووريه للناس طيب وليه ابن الهيعة ضعيف ده كلام الأجري تعليقه صعب الكتاب ضعيف يعني كتاب ضعيف ولا كيف يعني هذا صعب الكتاب طيب قال اتكلم كلام كثير وحاول يلبس في مسألة قال أنا لما ذكرت كلام ابن عبد البر المالكي والأجري كتاب الشريعة إنه هم ديل الخوارج بيقولوا قولهم قال ليه الخوارج بيحتجوا بالآية في تكفير شنو المذنبين صح لكن الكلام ده حجة عليك من وجهين أو من وجوه أذكر لك وجهين الوجه الأول إن الحكم بغير ما أنزل الله من غير جحود ومن غير استحلال ومن غير تفضيل أو مساواة ذنب وليس كفر أذكر لك نقولة على العلم طيب ذنب وليس كفر من غير جحود أو استحلال أو مساواة أو تفضيل ذنب وليس كفر أكبر مخرج من الملة الكفر الأصغر هو ذنب من الذنوب لا يخرج من الملة وده متفق معي بالكلام ده دفتوا الشيخ بن باس صفحة 61 ما ممكن أنا أجيب كلام العلماء تقول لي الإمام الجمني وإنت تجيب كلام العلماء وتلزم بمني تبتروا وتغيروا وتقول تلزمني به ده بن باس صفحة 61 الفتاوى قال هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفارا؟ وإذا قلنا أنهم مسلمون فماذا نقول عن قوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الجواب الحكام بغير ما أنزل الله أقسام تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله أحسن يفضل على شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين وهكذا من يحكم القوانين الوضعية بدلا من شرع الله ويرى أن ذلك جائز يجوز تحكم بغير ما أنزل الله وده كافر متفق معه قال ويرى أن ذلك جائز ولو قال إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله يبقى ده المحلل والأول كان شنو كان المفضل قال أما من حكم بغير يعني غير المحلل المستحيل والمجوز وغير المفضل بعد جليه قال أما ما بترت ولا كلمة للنهاية بقريك وأما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى أو للرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه أو لأسباب أخرى وهو يعلم أنه عاصم حكم بغير ما أنزل الله لكنه عاصم لله بذلك وأن الواجب عليه تحكيم شرع الله فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر يبقى الحكم أقرأ لك لنا المعاصي والكبائر ويعتبر قد أتى كفرا أصغر اللي هو معصية وظلما أصغر معصية فسقا أصغر معصية كما جاز المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن طاووس شوف استدل بس ابن عباس عشان ما تقول لي ضعيف بن باز استدل به على أنه عنده صحيح ما بن باز براو أي أهل تفسير ما عدا سيد غضب ده حقك انت زول مجرم سيد غضب بما انت مجرم شتم نبي الله موسى في كتابة صورة الفن للقرآن دار تتولى الدفاع عنه نخش طوالي في سيد غضب ما عندنا المشكلة كتبه موجودة قال
رضي الله عنهما وعن طاووس وعن جماعة من السلف الصالح، وهو المعروف عند أهل العلم والله ولي التوفيق الشيخ بن باز. إذن الحكم بغير ما أنزل الله شنو؟ معصية وليس كفر. عشان تجد قلت لي بالشرك تقول لي أنت من دعا غير الله عندك شنو؟ وقع في الحكم العام في الشرك الأكبر. صعب أتفق معك ليه؟ لأنه دعاء غير الله في أصله كفر أكبر وشرك أكبر. لكن الحكم بغير ما أنزل الله من غير استحلال ولا جحود ولا تفضيل ولا مساواة كفر أصغر، يعني معصية ما بتخرج من الدين. أزيدك زيادة، جيب القرطبي، ده القرطبي الجامع لأحكام القرآن القرطبي. طيب القرطبي في تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. شوف جعل الحكم بغير ما أنزل الله من غير استحلال ومن غير جحود شنو؟ ذنب من الذنوب. قال قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، نزلت كلها في الكفار، ثبت ذلك في صحيح مسلم حديث البراء وقد تقدم. إلى أن قال، وده موضع الشاهد، قال ابن مسعود والحسن، قال ابن مسعود والحسن هي عامة، ده موضع الشاهد، هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين، من المسلمين واليهود والكفار، أي معتقدا ذلك ومستحلا له، ومستحلا له. أما من فعل ذلك وهو معتقد أنه راكب محرم، يعني حكم بغير ما أنزل الله وهو معتقد أنه راكب محرم، فهو من فساق المسلمين. ده كلام من مسعود والحسن البصري، مسعود أصحابي. طيب قال فهو من فساق المسلمين وأمره إلى الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذا نتج من كلام هؤلاء العلماء إن الحكم بغير ما أنزل الله بغير الشريعة من غير جحود ولا استحلال ولا تفضيل ولا مساواة ده من باب الذنوب ومن باب الكفر الأصغر اللي هو معصية ما بترتقي تخرج الإنسان بر الملة. أمجد في كتبه دي قال حكم بغير ما أنزل الله طوالي بيطلع إنسان بر الملة، وهنا ما تقول لي حكم عام، أنت قلت قلت في هذا الزمان، هذا الزمان ما تقول لي ده أنا ما بعيد في بلاد المسلمين. اثنين، المحاكم الجنائية والتي تحكم بين الناس بالقوانين الوضعية الطاغوتية المخالفة للشريعة، وثبت إنه الطاغوت عندك كافر كفر أكبر غير عند العلماء والسلف. طيب فالتحاكم إلى مثل هذه المحاكم هو من التحاكم إلى الطاغوت ومن الشرك الأكبر المخرج من الملة. ده كلام أمجد. أما تقول لي أنا عندي شروط وموانع، ما عندك شروط وموانع، أنت بتكذب علي، ده كتابك والله، أنت تقصت كتبت كتاب، أنا ما قلت لك أكتب، صفحة 30 الرماح السماهرية جزء 1 صفحة كم؟ 30، ما عندك شروط وموانع، كلام بتقوله ساكت لكن بتكتب غيره، هذه حلوة كيف؟ صفحة 30 قال وكل طاغوت فهو مشرك كافر عينا لا يشترط إقامة الحجة عليه للحكم عليه بالكفر. إقامة الحجة أتم لك الكلام لكنه حياخذ من زمانه أنه كلام ما عنده علاقة، أتمه؟ تدري من زمانك؟ تيمو انت بعدين. قال اذا اتم لك انا، اذا القول بان الطاغوت يكون مؤمنا حتى تقام عليه الحجه دي بل وزياده، اذا القول بان الطاغوت يكون مؤمنا حتى تقام عليه الحجه يستلزم ولا بد اظهار بعض الموده له وعدم بغضه بالقلب، البغض المطلق وعدم التبرؤ منه وعدم معاداته وعدم اعتزاله وهذا هو الى اخره. ده كلام باطل. الشيخ الفوزان قال لك شنو؟ ابن تيميه قال في الفتاوى، قال ومن ثبت اسلامه بيقين فانه لا يزول عنه بالشك، لا يزول عنه دقيقتين الا بعد اقامه الحجه، واقامه الحجه وتحقيق المحجه، واقامه الحجه اي التاكد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. انت قلت ما دارين اقامه حجه يعني ما داير شروط ولا شنو ولا موانع، تبغى كلامك براك، وانا لسه جاي في حاجات اكبر من دي والله، حاجات خطيره مره واحده، ممكن حاجاتنا ممكن تكفرك لانه في تكفيرين قاعدين، احنا عندنا موانع، لكن في واحد هنا ما عنده موانع. يا زول ما قاطعني يا جماعه، الكلام ده كيف؟ ما قاطعني، ما قاطعني، كلام مرجع، ما قاطعني. لما نيجي فرصه تقول لي ديك المراجع طوال الليل مراجع ماشي لحد ما تقراها لحد البيت ممكن اديك اياها تمشي بها زاف خلاص. طيب اما كلام الخوارج صح، قالوا الايه دي طالما بتكفر الحاكم لانه حكم بغير ما انزل الله، يبقى الوقع في معصية، ده المعصية دي ما حكم بما أنزل الله، حكم بغير ما أنزل الله، إذن هو كافر. وده بيلزمك أنت إنك تكفر الناس أهل الذنوب زي ما قاعد تكفر الحكام، لأنه الآية اللي بتكفر الحكام هي نفسها اللي استدل بها الخوارج على تكفير شنو؟ أهل الذنوب. وفهم الخوارج بالمناسبة الآتي، قالوا طالما الحاكم بغير ما أنزل الله كافر خلاص، أهل الذنب بتاع الذنب ده ذاته ذنب ده غير ما أنزل الله، تقدر تقول الذنب ده ربنا قال أعمله، أنزل الله قال أعمله، إذا غير ما أنزل الله، فده فهم الخوارج، الكلام القريب ده حجة
حجة عليه، ما حجة لك. وكم من عائب قولا صريحا وافته من الفهم السقيم. طيب، قال الكفر إذا أطلق ينصرف إلى الأكبر، وقال كلام ابن تيمية. ابن تيمية بالصراحة مرسلة بيتكلم عن المصدر بتاع الكلمة الكفر وكفر، فقال الكفر إذا جاء بالألف ولم أكبر، كفر بدون ألف ولم أصغر، وهذان مصدراء الكلمة. أما الآية فأولئك هم الكافرون فاسقون ظالمون، تتكلم عن اسم الفاعل، وفرق بين اسم الفاعل ومصدر الكلمة، كل واحد في اتجاه وكل واحد في معنى. وإلا ابن تيمية نفسه في الجزء 7، الجزء 7 عين ابن تيمية ذاته، أه طلعت أفهم من الفوزان، دار تطلع أفهم ابن تيمية كمان. ابن تيمية ذاته قال لك أثر ابن عباس السلبيو لأنه عنده صحيح، وقال لك الآية دي كبر أصغر. هتمشي وين؟ صفحات الجزء 7، الجزء 7 كما تقول لي وينه بتاع صفحة 312، صفحة 312. وإذا زمن انتهى بقرأ لك تاني بعدين صفحة 312 و350. طيب قال وقد يكون مسلما. طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بدأ بقوله إنه الآية الثانية بتفسر الآية الأولى في ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وخم الناس بكلام كثير، وقال الآية دي كفر الإعراض. جيب لي واحد من السلف قال إنه الطاغوت أو المتحاكمين دي، لأنه والله الآيتين دي بتكلم عن كفر الإعراض، استدلوا بأن الآية بتكلم عن كفر الإعراض، ما لقاني والله يعني كل لقاك أنت ما لقاني. أنا شاهدي من الآية واللي هم تكلمت عنه أصلا، الله جل وعلا سمى الحاكم بغير شريعة ربنا طاغوت. ليش بس مجرد شاهدي من الآية، ما بتكلم عن التحاكم وهل صد عن أعرض عن سبيل الله وهو صد ده المتحاكمين، أنا بتكلم عن الحاكم بغير شريعة ربنا، ربنا سماه طاغوت. وفيه تفصيل الحكم، فيه تفصيل يعني أنا أقول الحكم بغير مظهر في كل الصغير كفر أكبر، بقول الحكم بغير شرع الله جل وعلا في الصورة فيها تشريع مع الله جل وعلا، تشريع يجعل السيادة للشعب زي ما في القانون ده، القانون الدستور اللي عندنا ده تشريع يجعل السيادة للشعب، وإنه الحاكمية العليا هي للدستور أو المرجعية العليا هو الدستور، تكفر بالله العظيم لأنه جعل خصائص الربوبية اللي هو التشريع ورد النزاع إلى غير الله جل وعلا. أما الصورة كان بيتكلموا عن الخارج، أثبت لي أن ابن عباس أو الخوارج كفروا لهم ناس بشرع مع الله جل وعلا، جابوا قوانين الفرس والروم وحكموا في المسلمين، ابن عباس قال لهم لا بكفر أصغر، أثبت لي المزالة دي. ابن عباس كان بيتكلم في صورة غير الصورة الموجودة الآن، أثبت لي أن الآية الصورة كان بيتكلم فيها ابن عباس بالآثار دي، والآثار دي قلت زي ما قلت لك هعيد لك، وبعض أهل العلم بعض قالوا مش ضعفها كإسناد، ضعفها كأنها ضعيف وجه رد ضعيف، لأن الكفر إذا أطلق انصرف إلى الكفر في الدين، الوجه بتاع الرد ضعيف اصلا، الكفر اذا اطلق انصرف الى كفر الدين. استدلك لك بكلام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، ولحد انهم يقول فهم الصحابه، فهم الصحابه لما سمع الرسول قال بكفرهن قالوا يكفرن بالله، قالوا يكفرن بالله، فما ردد على الحديث لحد الان. ايه قوال العلم تلزمني، لكن فهم اهل العلم للايات والاحاديث برضه مضبوط بالايات والاحاديث، نحن في النهايه فالعلم ما العالم بعين الدليل كده بيقول والله انا افتكر وارى، برضه مضبوط بالايات والاحاديث، يعني فهم زاد مربوط بالآيات والأحاديث، افهم الآية دي افهمها مطلقة مقيدة منسوخة عامة خصصت كذا نسخت بسنة كذا. أنا أقول لك مجرد كلام العلم عامة، كلام العلم ذاته لازم يكون إذا اشترط شرط، النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس قال ما بالو أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، كل أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان من الشرط. النووي ابن حجر في شرحهما قالوا كلام ما معناه إنه لا يشترط الإنسان ما يشترط الشرط إلا في كتاب الله، أي حكمه في كتاب الله أو في السنة، حكمه في كتاب الله أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك ذكر الشوكاني القرطبي تعليق على الحديث، أنت بتقول الصورة التشريع انه المستحيل كافر، طيب جيب لي ايه او حديث واحد وكل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل، على انه الحاكم بتشريع وضعي يجعل السياده للشعب، يرد الحكم للشعب، ما يكفر كفر اكبر الا بالاستحلال، جيب دليل واحد. الله قال، الرسول قال، اجمع اهل العلم انه الحاكم بشريعه غير شريعه ربنا من الديمقراطيه التي تجعل الحكم للشعب، ما نتكلم عن صوره بعيده، ليه نتكلم نحن في المريخ؟ نحن ما في المريخ، نحن نحكم بقانون، قانون بيقول لك هذه السياده، السياده للشعب وتمارسها الدوله للوقوف على نصوص هذا الدستور والقانون دون اخلال بذات جنوب السودان. ابن عباس لقى لنا زي ده، هل الحكام زمان نتكلم فيه وقال عنه كفر دون كفر دين؟ بيقول السيادة للشعب، السيادة اللي بيمور المسلمين، بيجيبوا قوانين فارس والروم بيحكموها في المسلمين، طيب وحاكمين الدستور، وبيجعل مرجعية غير الله جل وعلا، مرجعية الدستور، الدستور القومي الانتقالي هو القانون الأعلى للبلاد، والقانون الأعلى للبلاد، ليه نتكلم في صورة بعيدة؟ ما علم بالواقع؟ يعني من زي ما قال من حجر من نتكلم في غير فهني اتى بالعجائب، يعني نتكلم بعيد بالواقع، ما هذه ده كفر ولا لا؟ ده كفر ولا لا؟
كفر اكبر بالله مو في المله ولا لا؟ عشان كده انا قلت كفر اكبر هذه الصوره دي كل قلت عليه كل حاكم يحكم بغير شرع الله جل وعلا يجعل يجعل السياده للشعب والمرجعيه للقانون الاعلى هو الشعب وما لا ينفذ الا ما راه الشعب فهو كافر بالله العظيم مرتد وطاغوت كافر عينه. جبت لك كلام الفوز جبت لك ما فوز جبت لك شرح عبد الوهاب ما عارف ليه ما يلزمك ما عارف الشوكاني انه قتاله واجب كذا ما يلزمك كلام كلام فتح المجيد وحاعيد لك ثاني انا بقول بترته حاعيد لك ثاني اتراجع لك ايوه صح انت قلت لي ابن الهيئه فعلا لقيت انه ابن الهيئه راوي الاثر وده كلام الاجوري اتراجع عن مسالتين قلتها انه والله اذا اي راجل الحته الراويه اللي فوقه ده مسؤول عن اصل ده كلام الاجوري اتراجع من المساله لكن برضه بيلزمك الدليل جيب لك دليل لحد ما انتهى المناظره دي لحد المباراه الى يوم الدين دليل واحد بيقول ان الحاكم بغير شريعه ربنا الذي يجعل بيحكم بالديمقراطيه من الاخر الذي يحكم بالديمقراطيه التي تجعل الحكم والسياده للشعب والمرجعيه للشعب وان كنت فان تنازلتم في شيء فردوه الى الشعب ان كنتم تؤمنون بالديمقراطيه اللي بيجعل السياده العليا للشعب القانون الاعلى للبلد هو الشعب هو مصدر الشعب وازيد كمان من الشعر بيت برضه في القانون ذاته قال لك تستمد سلطة الحكم تستمد سلطة الحكم تستمد نفاذ طبعا تستمد سلطة الحكم وصلاحيته من سيادة الشعب وإرادته التي تمارس عن طريق الاستفتاء والانتخابات تستمد سلطة الحكم وصلاحيته من سيادة الشعب ما من الشريعة الإسلامية ولا من دين الله جل وعلا. ابن عباس لما ذكر الآثار دي ذكر في الرد على الخوارج وحتى الرد أهل العلم قالوا ضعيف نقول ليه فوزان عندي أبو حيان أندلس قال لك يا أخي أبو حيان أندلس والنيسابوري والفخر الرازي في التفسير قال لك كونه يرد بأنه كفر حتى رده مع الخوارج ده ضعيف ليه لأنه أصلا الكفر يضاد في القرآن والسنة تصرف إلى الكفر بالدين قلت لك كلام قال ابن قال ابن تيمة قال الأصل والكفر والمصدر قال ابن تيمة بهناك قال لك كله عيد لك ثاني ما مشكلة قال وفرق بين الكفر المعرف بألم كما في قوله ليس بين العبد والكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة وبين الكفر المركب في الأسباب تمام ده كفر المصدر أقرب هناك صفحة وفرق بين معنى الاسم المطلق إذا قيل كافر ليس مشاهزاتا كافر جمع شنو كافرون ولا لا وفرق بين المعنى الاسم المطلق إذا قيل كافر أو مؤمن وبين المعنى المطلق للاسم بجميع موارده كما في قوله تعالى ترجعوا بعض كفارا حتى ذكرت الدليل ده يضرب بعضكم رقاب بعض فقولوا يضرب بعضكم رقاب بعض تفسير الكفار في هذه الموضع وهؤلاء يسمون كفارا تسمية مقيدة ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل كافر أو مؤمن كما في قوله تعالى ما اندافع ربنا قال قل من زال من ماين داخل يخرج من بين الصلب والترائب سورة الطارق سمى المني ماء تسمية مقيدة رومن ولم يدخل في الاسم المطلق حيث قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا المني ما بخش فيه إن لم تجدوا ماء فتيمموا ما مقصود الماء لأنه تسمية مقيدة كذلك هنا ذكر غير المصدر ذكر الاسم ذاته ذكر الاسم ذاته طيب المرة الثانية طيب قال تاني برضو الحكم غير ما جحود او استحلال الحكم بالحد صوره الحكم اللي هي تكون كفر اكبر الا بجحود او الاستحلال لا له صوره الذنوب اللي هو قال الخارج حكم هي ما صوره حكم اللي صوره الحاكم بيحكم بالشريعه الاسلاميه لكن بيحكم بالشريعه الاسلاميه لكن ما يطبقها في على ما ينزل على العيان مرجع والله يا اخي سرق وزنا وكذا هيك مرجع الشريعه انا بتكلم عن ذول مرجع غير الشريعه الاسلاميه مرجع الشعب ده كفر ولا لا؟ ابن عباس يتكلم في ناس مرجعهم الشعب ويدعون السيادة العليا للشعب ولا ما تبعه ما نفذه الشرع الشعب ومن التشريع من مصادره الأديان تحت الشعب السوداني الأديان اللي حتى عبادة الحجر في قال لك يكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية حتى البعبد الحجر البعبد القبر البعبد أي طاغوت من الطواغيت التي تأخذ في اعتبار تنوعها في السودان مصدرا للتشريعات التي تسن على المستوى القومي مصدرا للتشريعات المصدر دي الحياة المصدر انا ابن عباس اتكلم عن ناس مصدرهم غير الشريعه الاسلاميه اثبت لي الحداك الى ان تنتهي المناظره تحدي لوجه الله جل وعلا حداك لحد ما تنتهي المناظره الى يوم الدين اثبت لي ابن عباس انه اتكلم في ناس مرجعهم غير الشريعه بيجعلوا السياده للشعب والتشريع للشعب هذا من الشرك بالله العظيم اما ما في كلام هذا من الشرك بالله العظيم ومن عبادة الطاغوت ربنا سماه في القرآن ويريدون أن يتحاكموا من الطاغوت سماه الطاغوت لأنه الطاغوت معبود من دون الله وتحكم إليه عبد من دون الله جل وعلا التحاكم عبادة صرفها لغير الله من الشرك الأكبر التحاكم عبادة صرفها لغير الله شرك أكبر مخرج من الله ما تخم الناس تلخبط لهم بين المسألتين دي مسألة برا ودي مسألة برا مسألتين الحاكم بيحكم بالتشريع غير شرع الله جل وعلا وشرعه هو أو استمدام من غيره وجعل سيادة الشعب التحاكم له كفر بالله العظيم وزعم ادعاء اليمن زعم مجرد زعم يزعمون أنهم أمر يزعمون زعم قبلي كما ذكر أهل العلم مجرد زعم لأنه الزعم يطلق على من إذا ادعى دعوة هو فيها كاذب ربنا قال زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون
الأدلة أنا أقول لك أذكر أدلة، أقول لك أذكر أدلة في نص النازل، أقول لي يا الله طاعود ده ربنا أصلا ما الحكم بغير ما ظهر طاعود، قول لي كده وجيب لي الترك دليل في الصحيحين ربنا قال اتبع من قام بعض الطواغيت طاغوت وتبقى هذه الامه فيها منافقون، ده دليل. اقول لي اقول من بعد دين احترمهم ونحفظ قدرهم لكن ما يلزم نقولهم بدون دليل. انا ما بعبد زول، بعبد الله جل وعلا كبير محمد صلى الله عليه وسلم. جيب لي الله قال الرسول قال اجمع اهل العلم، ما تقول لي احد بين باز المزال. الحمد لله من اصل التوحيد، التوحيد هو العقيده، فالصحاكم اللي بتكون العباد هو التحاكم له هي طعن في العقيده وطعن في التوحيد. الحاكم بيحكم بغير شرع الله جل وعلا، بيجعل السياده للشعب، بيجعل مصدر التشريعات غير الدين الاسلامي والمعتقدات والاعراف والتقاليد وكذا من الاعراف الدينيه. طيب برضه من قانون تكون المواطنه اساس الحقوق والواجبات، يعني المسلمون والمسلمين مناصاه لشرع الله جل وعلا، ربنا قال لا يستوون. طيب مسألة الدليل وما الدليل؟ طيب انت جيب الدليل انه الطاغوت ما يشترط فيه انه يكون مستحيل، جيب الدليل. انا بديك فرصة دي وباقي الفرص كلها عشان ألزمت انه نحن ما بتناقش في انه جيب الدليل انه الطاغوت الله قال ما يشترط انه يكون مستحيل، جيب لي دليل زي ده بس. طيب اصمت لي الشرط، اشترط صاحب الشرط هو على الدليل. الرسول قال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ايما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط. الصحيحين من حديث عائشه أيما شرط ليس بحق كتاب الله فهو باطل وإن كان مش 100 شرط الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. في الصحيحين بيشتري الشرط يجيب الدليل، هو اشترط الطاغوت ما يكون كافر إلا بالاستحلال، جيب دليل الكلام. أنا اشترطت في الطاغوت، جزاك الله خير، اشترطت في الطاغوت وقلت كده ما أنا ذاته ده العلماء، والله قال رجعوا للعلماء فاسألوا أهل الذكر، ده الدليل إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. ده واحد. اثنين كان ذكرت لك كلام ابن مسعود إنه قال لابد يكون شنو؟ مستحيل، والحسن البصري من القرطبي إنه لابد يكون مستحيل حتى نكفر كفر أكبر. فإذا ما كان مستحيل قال هو من فساق المسلمين، عرفتها؟ فنحن مشكلتنا ما في الآية، نحن مشكلتنا الآن مناظرتنا دي كلها في فهم الآيات، عرفت كلامي؟ أما الأدلة اللي أنت بتجيبها أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فهذا يتكلم عن الشرط. النص ده نفس البخاري تكلم عن الشرط، فأنا ما اشترطت شرط، أنا قلت لك ربنا قال في القرآن فاسألوا أهل الذكر، رجعنا لأهل الذكر، فوزان من أهل الذكر ولا ما زير؟ أهل الذكر، رجعنا، ابن مسعود خلي الفوزان، ابن مسعود من أهل الذكر ولا لا؟ من أهل الذكر، أزيدك ابن تيمية من أهل الذكر ولا جيب ثلاثة؟ جزء ثلاثة الفتاوى، جزء ثلاثة، هنا، ابن تيمية من العلماء من أهل الذكر ولا لا؟ 67 قال إلا يستحيل، قال ما يكفر كفر أكبر إلا يستحيل، قال والإنسان متى أحل الحرام المجمع عليه، ولاحظ النص دائما بيبتروج سروري دي. المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء، هم بيبتروا لحدينا. قال وفي مثل هذا نزل قوله تعالى على أحد القولين ومن لم يحكم بما أنزل الله فعليكم الكافرون، أي هو المستحيل للحكم بغير ما أنزل الله، ده كلام ابن تيمية. ودي الفتاوى جزء 3 267 268. إذا اشترط الاستحلال، إذا نحن مشكلتنا مش في الأدلة الآيات، نحن مناظرتنا دي كلها يا إخواننا شازود ما يلبس عليك، مناظرتنا كلها في فهم القرآن وفهم السنة الآيات الجد في الموضوع الحاكمية. والعلماء تكلموا عن الخوارج، لما تكلموا عن الخوارج قالوا أصل ضلالهم الفهم الخاطئ للآيات، مش ما عندهم أدلة، عندهم آيات لكن أصل ضلالهم الفهم الخاطئ. والدليل على ذلك كلام الأجر اللي قريته لك، والحمد لله أنت قلت تراجعت عن كلامك إنه ده ما أثر، إنما ده كلام صاحب الكتاب شنو؟ هل أجر تنبي شنو؟ دي انت أمشي غيره. فموضوع صورة التشريع وما التشريع وإنه ده الأصل في المسألة والذي يشرع والذي يكفر، أنا بديك المشرع ده ذاته لو ما اعتقد الحلو والجواز ما يكفر، من الشنقيطي جيب التفسير. أتمنى أنه حكم يعني خليها زيادة شوية كمان ليه ولا يدبه. طيب ده الشنقيطي ضوء البيان جزء 4 صفحة 419 في معنى المشرع والتشريع، 414. قال عفوا 419 قال فالإشراك بالله في حكمه، فالإشراك بالله في عبادته، قال في حكمه ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي قراءة ابن عامر من السبعة ولا تشرك في حكمه أحدا بصيغة النهي، وقال بالإشراك بالله في عبادته فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فالأمران سواء كما ترى إيضاح إن شاء الله، وبذلك تعلم أن الحلال هو ما أحله الله والحرام هو ما حرمه الله والدين هو ما شرعه الله، فكل تشريع لحظة أتكلم بعد عن التشريع، فكل تشريع من غيره باطل، والعمل به بدل تشريع الله عند من؟
عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه كفر بواح لا نزاع فيه. فما كفر إلا اللي بيعتقد أنه حكم تشريع غير الله وتشريع الله واحد مثله أو تشريع غير الله خير منه أي خير من تشريع الله سبحانه وتعالى. دين الكفر من العلماء. أنا بتحدث تجيب لي غير دين من العلماء قالوا بس كافر كافر غير الخوارج. وأنا قلت لك كلام الخوارج وانت غيرت قلت لي صحيح كلام الأجري. لكن تعليقك شنو؟ الأجري قال ما سبق لما جاب الخوارج سبقت بعينه ده كلام ما كلام من الأثر من الهيعة صح. لكن رأيك شنو؟ الأجري قال كلامك انت ده كلام الخوارج. انت رأيك شنو الكلام ده؟ ما تقول لي صحيح أخطأته أخطأته لكن ماذا فهمت؟ واصل الكلام فهمت شنو ما بيتكلم عنك عن مذهبك أو دي كتبك تنصر هذا المذهب. بل انت بتقول الناس اللي بيقولوا إلا الاستحلال والجواز زي الشنقيطي وزي ابن تيمية وزي الفوزان وزي ابن عباس وزي ابن مسعود وزي الحسن البصري من القرطبي بتقول ده للمرجع والجامية. أنا بقرأ لك الآن أنا بقرأ لك الآن يعني ده كله عندك مرجع وجامية وإلا برضو تتنازل برضو تقول أخطأت زي خطأك الكبير. دي الرماح السماريه كتبتها براك ما عندي علاقة بها. الرماح السماريه جزء واحد قال في صفحة قال في صفحة 37 و54 صفحة 37 و54 قال وهذه شبه كالاعتقاد والتفضيل والاستحلال. هو يتكلم عن موضوع التشريع ذاته رغم أن أي منها كفر مستغل بذاتها هي مما يشغب به جهمية العصر أدعياء السلفية فوصفهم بالجهمية. صفحة 37 في صفحة 54 وعلمنا أن القائلين ده السلف بتاعنا. صفحة 54 صفحة 54 قال وأطاعوا ميثاقا وميثاق جماعة الدول العربية ومع هذا كله تجد الجهمية تجد شنو الجهمية يقولون إن هؤلاء مسلمون إلا أن يصاحب فعلهم هذا جحود في قلوبهم أو استحلال أيها التكفيرون وإنا لهم لمبايعون وبالبيعة لهم متمسكون ومع هذا يزعمون السلفية ويدعون الانتساب إلى منهج خير البرية فإلى الله نشكو هذه الرزية. ده منهج السلف ده تصف بالرزية بأنه جهمية وبأنه مرجية. أنا أوريك الجهمية ده الموزات ما عارفهم انت ما عارفهم. الجهمية ديل عندهم غلات وعندهم ناس كلهم مرض كان غلات ولا تعد غلاتهم بيقولوا بينكروا اسماء الله مش صفات الله اسماء الله ذاته بينكروها. هذا ديل الجهمية ابن تيمية والقرطبي ابن مسعود رضي الله عنه صحابي الجليل والحسن البصري امام من ائمة السلف ديل الجهمية ولا يكون انت ما قاصد من الله من غلاة الجامية من التعد. التعد مجرمين بيقولوا القرآن مخلوق بيقولوا ناظرهم الإمام أحمد حنبل هل هم من فوق في الجامية ولا تحت؟ ده كلامهم ثبت له. دي اثنين ثلاثة قال قال أيكفرنا بالله قال دليل على انه الصحابة كان مستغل في جينهم انه اي لفظة كفر كفر شنو اكبر. طيب ان عباس ما كان قال كده وانت بتضعف الاثر على مزاجك جيب ابن تيمية. انا عندي ابن تيمية اعلم منك والله واذا غارنتك معه ذاته بكون نقص من غدره زي ما قال القائل ألم ترى أن السيف ينقص غدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا. مغارنة بينك وبين ذاته مشكلة كبيرة. صفحة 521 500 لا في الجزء في الجزء 7 ده بتاع الرئاسة لسه ما نسيناه 522 طيب 522 وقال ابن عباس وغير واحد من السلف أثر ابن عباس ضعيف ابن تيمية قال لي في ناس تانين من السلف هذه تعلها كيف وغير واحد من السلف وغير واحد من السلف في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون فأولئكم الفاسقون والظالمون كفر دون كفر فسق دون فسق ظلم دون ظلم وقد ذكر ذلك زادك تاني مش من الشعر بيت ده ما شعر ده دين يا حسابتني شعر بيت شعر بيت ده دين آياته ولا شعر. قال وقد ذكر ذلك أحمد والبخاري وغيرهما ابن عباس غيره من السلف أحمد البخاري غيرهما زادك زيادة أزيدك تاني مش من الشعر بيت من كلام السلف كلام سلف رحمهم الله ده ما شعر. طيب وما علمناه الشعر وما ينبغي له. صفحة 350 يدل ذاته انه كلامك ده كله بتجيبه من النت تكون شيخ جوجل انا ما اعرف وقد يكون مسلما وفيه كفر دون الكفر وانت ما جيت الى تناظرين تستعمل بس انا جدك براك وتدى المناظرة. طيب وقد يكون مسلما شفت جايين لا يستحمل اي زول جايين يستحمل وقد يكون مسلما وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل على الاسلام بالكلية دون شنو الكفر الاكبر الذي ينقل على الاسلام بالكلية كما قال منه الصحابة ده في موضع تاني قال لك ده كلام الصحابة هذه المرجع جهمية كما قال الصحابة ابن عباس وغيره كفر دون كفر وهذا قول عامة السلف قول عامة السلف. طيب قال قال ابن تيمية قال
واصل كلام كلمة تيمية قال وجاب كلمة قال جاب كلمة كافر كذا جاب كلمة كافر لكن قال شنو كلمة كافر أقرأ 100 مرة ما قال في كلمة لفظي كافر معناته مخرج من الملة أقرأ 320 مرة كلامك القريته ده كلامك القريته ده جاب لفظة كفر والكفر وصح كفر والكفر إذا بالألف واللام أكبر بدون ألف واللام أصغر زي سباب المسلم فسوق وقتاله كفر سنتان في الناس وما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر دي كلها أصغر وفي والأثر اللي انتم بتصححوه بتقولوا الأثر الوحيد الصحيح في روايات ابن عباس من رواية عبد الرزاق ابن أمامة الصنعاني يسوق إلى ابن طاوس إلى أبيه عن ابن عباس عن الآية ومن لم يحكم أنزل فله الكافرون قال هي به كفر فإذا قلت بقاعدة ابن تيمية كفر بدون ألف ولام أصغر إذا كلام ابن عباس الأثر قاعد تصححوه وشيوخه قاعد تصححوه هي به كفر شيخ الصادي صححه هي به كفر إذا أصغر والحمد لله طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم طيب أول ما بدأ برضو لحد الآن ما جاب الدليل هو جاب ذكر ابن تيمية كلام لا لا عشان لا عشان لا رافض أنا رافض ما خلاص اتفقنا على كده 10 دقائق 10 دقائق بس طيب 10 دقائق طيب ما عندك مشكلة طيب طالبت بأنه يجيب أنه الطاغوت ما يسمى طاغوت إلا بالاستحلال لحد الآن أو ما يكفر أو ما يسمى طاغوت إلا بالاستحلال لحد الآن ما جاب دليل قال لك كلام ابن باز قلت لك لحد الآن دليل الله قال الرسول قال كلام أهل العلم يوزن بالأدلة الله قال الرسول قال إنه والله يا أخي الطاغوت ما يسمى طاغوت إلا بالاستحلال طاغوت ما يسمى طاغوت إلا بالاستحلال طيب كعب بن أشرف نزلت فيه الآية دي كان مستحيل جيب دليل إنه كان مستحيل أو قيل إنه كاهن في جهينة لا نزلت فيه ألم ترى الذين يزعمون أنه آمن وأنزلكم أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ويغضوا من يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا فرعون ربما سماه طاغوت إذا بقى إلى فرعون إنه طغى قال والله أنا مستحيل هذا لما قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري فلحد الآن آية زنقاك عمل رؤى شغل الأركان النقاش كله الاستهزاء جايك به جوف الاستهزاء والسخرية عملت كل شيء جايك له لكن تعمل شغل الأركان النقاش كله ما بحلك في نهاية جيب لي دليل محاية علمية أول الاستهزاء والسخرية ما بقلب الحق باطل ولا الباطل حق جيب لي دليل واحد بيقول إنه الطاغوت ما يسمى طاغوت إلا بالاستحلال جيب لي دليل واحد الله قال الرسول قال يعني قوم هو ده دليل ما شرط لا يسمى إلا إذا كذا إلا إذا استحل يعني هو ده بشرطين إلا إذا استحل إذا هذا شرط صح ولا لا طاغوت ما يسمى طاغوت إلا إذا استحل بشرط ولا لا جيب دليله يعني كتاب الله وسنة رسوله أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل بشرط ولا لا طيب عندما يعتقد أنه خير منه الكلام الشنقيطي لما ذكر إنه من فعل ذا عندما اللي بيحكم بالقانون الوضعي عندما يعتقد أنه خير منه أو مثله كفر بواح صح كفر بواح ودي صورة كفر بواح لكن ليس بالضرورة إنه غيره ليس كفر بواح اللي غير شنو إنه يحكم به وما يرى كذا حتى لو حتى يرى إن الإسلام أفضل وأحسن لأن عند أهل السنة الجماعة الكفر الإيمان قول وعمل واعتقاد كذلك الكفر قول وعمل واعتقاد لو الإنسان بيرى إن الإسلام ده أفضل وأحسن وما في أكمل منه وكذا وعمل بضده وعمل بالكفر كافر أبو طالب قال ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا ولولا المعابد وخوف مسلبة لرأيتني سمحا بذلك ذاك مبينا والله لا يصل إليك بجمعهم حتى أوصل بالتراب ذبينا كذلك عمل بغير ضد الإسلام لم ينقاد لا إله إلا الله فهو كافر ما نفعه ما نفعته ما نفعته كذلك فرعون بين انه يعلم انه الايات من عند الله جل وعلا طبعا قال ولما جاءتهم اياتنا وبصرتهم قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا ما نفعهم كونك تظن انه الخير الاسلام افضل واحسن وهو الافضل والاكمل ما ينفعك اذا ما اتبعت الان من شروط لا اله الا الله الانقياد من شروط لا اله الا الله الانقياد طيب كذلك من يعتقد أن حكم غير أحسن منه أو مساوي له ده كفر مستقل لو واحد ماشي في الشارع بتاع تحويل رصيد في السوق العربي قال والله حكم القانون الوضعي أفضل حكم ربنا زول عادي كافر ده كفر مستقل والآيات نزلت في زول حاكم بالطاغوت يعني ده كفر مستقل براو ده كفر مستقل براو يعني بيحكم بالطاغوت كافر بالله العظيم اللي يحكم بالطاغوت ويحكم بشرع غير شرع الله جل وعلا كافر بالله العظيم ومشرك بالله العظيم صرف العبادة لغير الله جل وعلا إن زاد عليها اعتقاد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله أو أنه مساوي له أو جائز أو كذا ده كفر زيادة الكفر يزيد ربنا قال إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلون عاما ويحرمون عاما الآية فيها دليل على أن الآية الكفر يزيد أنا قلت السلف مرجع هو داري فرق لي بأن السلف كلام السلف ده كله صح
كله في الصورة بيتكلم، لكن بيتكلم في صورة غير صورتنا. أنا بتكلم نفس صورة في ناس بتكلم بقول السيادة للشعب والمرجعية للشعب، والسلام بيتكلم عن الناس بيكفر بالذنوب والمعاصي، يقول لا ما يكفر الإنسان إلا بجحود الاستحلال. وأقول بكلام السلف، فعلا كلام السلف صحيح. الخوارج استدلوا بالآيات في تكفير العصاة وأهل المعاصي وكذا، كما ذكر أبو حيان الهندوسي وكذا وكذا. وفعلا وأنا أقول بكلام السلف، أصحاب الذنوب والمعاصي والكبائر التي لا تخرج من الملة، لأن الذنوب ذنبان في الشريعة الإسلامية، ذنوب تخرج من الملة هي النواقض، فعلى يفر إذا ارتكبها يفر، لا يشترط له الجحود أو الاستحلال واعتقاد، بل لو زاد الجحود أو الاستحلال واعتقاد كفر زايد. ودي من صورتنا دي، لأن من الشرك بالله العظيم اللي تحكم الطاغوت وجعل السيادة للشعب، اللي جعل مخصائص الله جعلوها لغير الله، الحكم إلا لله أمر لا تعبد إلا إياه، فهم جعلوا السيادة والحكم للشعب. طيب، فهذه من النواقض. اما الصوره اللي تكلم عنها سلف ده النوع الاول، ذنوب مكفره. الذنوب غير المكفره دي غير النواقض، شرب الخمر وعمل الميسره الزنا وقتل النفس، نحن ما نكفر بها ولا نقول قول خارج. ولو درت تلزم لي بعد بكره ما بلتزم لك بقول الخارج. انت دار تملي الناس انا بقول كده وعقيدتي كده وترد علي وتلزم الناس، يا اخي سبحان الله ده منهج غريب. سبحان الله، انا ما بلتزم لك بالقول ده، ولا ارى انه والله يا اخي الذنوب والمعاصي اللي استدلوا بها الخوارج انه لا ينظر الله الكافرون انه فعلا كفره اكبر، لا لا، قد يكون معصية أو معصية ما يكفر صاحبها إلا بالجحود أو الاستحلال أو كذا، كما ذكر السلف. دي في الصورة دي ذكروا الخوارج. أنا قلت لك الخوارج ذكروا الصورة وردوا عليهم السلف، ما تكلم عن صورة الناس بيجعلوا التحكم لغير شعب، بيجعلوا السيادة للشعب. دي صورة ثانية، دي من الشرك بالله العظيم. يعني فرق بين الصورتين. السلف كلها صحيحة وثابتة عن السلف، لكن كلها في الرد على الخوارج لما استدلوا بالآية دي في تكفير العصاة، ونحن ما بنكفر العصاة، عشان كده بتنزل عن ردود السلف، لأننا نرى أصلاً أننا نكفر العصاة. أما الحاكم بالطاغوت والحاكم بغير الشرع، الحاكم بغير الشرع لا، هو الصورة في صورة البيع على السيادة للشعب. ده ما حد الآن سألتك منه، ما جاوبتني عليه. السيادة للشعب الدستور هو القانون الأعلى للبلاد، وتستمد السلطة الحكم من سيادة الشعب، والمعتقدات الدينية والعرب التقاليد هي مصادر للتشريع. ما ردت ذي الكلام ده، ده كفر ولا لا؟ ابن عباس لما تكلم ورد، والسلف لما ردوا اتكلموا في المسألة دي ردوا عليها إن والله دي كفر أصغر في المسألة دي. في المسألة أنا بتكلم لك عن صورة تانية. أنا قلت لك إن الحكم فيه صور كفر أكبر فيه كفر صور كفر أصغر. الصور كفر أصغر إنه ذكره الخوارج الزمان، هو متى إنه كانوا ولا الحكم والجور كذا. أذكر لك كلام الشيخ أحمد محمد الشاك رد على الحتة بتاعت اسمه شنو، اللي هو إنه الآثار اللي وردت عن السلف، الآثار اللي وردت عن السلف. طيب هاي طيب هذه قال، وهناك أثر عن أبي مجلس في جدال إباضية الخوارج إياه فيما كان ده حكم الجاهلية أحمد محمد الشاغر. طيب فيما كان يصنع بعض الأمراء من الجور، دي صورتهم هناك من الجور، فيحكمون في بعض قضائهم بما يخالف الشريعة عمدا إلى الهوى أو جهلا بالحكم، والخوارج من مسببهم أن مرتكب كبيرة. يعني بتكلم عن مرتكب الكبيرة، الخوارج بتكلم عن مرتكب الكبيرة كافر، وما بتكلم عن مرتكب كبيرة، بتكلم عن مرتكب ناقض من ناقض الإسلام. الحكم الصرف العبادة لغير الله، التحكم لغير الشريعة، ناقض من ناقض الإسلام، شرك أكبر مخرج من الملة، بل عبادة للطاغوت، بل سماه الله جل وعلا طاغوت، سماه جل على طاغوت، وحل النبي صلى الله عليه وسلم حكم بكفره، وقال انت قلت اسب يجيك الاقوال، العلم قالوا بانه كافر. الشوكاني قبل ما يلزمك، كلام الشوكاني قبل ما يلزمك. طيب جايك له، يا بعض المرا من الجوف يحكمون في بعض القضايا بما خالف الشريعه عمدا الهوى او جهلا بالحكم، والخوارج من مذهبهم، لاحظوا ان مرتكب الكبيره كافر، فهم يجادلون يريدون من ابي مجلس ان يوافقهم على يرمنا من كفر هؤلاء المرا. دي المرا زمان كان بيرتكب كبائر، الخوارج كفرونا. نتكلم عن زول بيرتكب كبائر، زول بيجعل السياده للشعب وبيجعل المرجعيه العليا للشعب، والدستور والقانون العربي ده كفر ناقض من ناقض الإسلام، ده طاغوت يعبد من الله جل وعلا. الشعب يعبد من طاغوت يعبد من الله، لأن الطاعة المطلقة عبادة لله جل وعلا وحده، لا تصرف لغيره. لما قال عن كفر قريش، وإن أطعتم منا كل مشركون، لما جاءوا حلوا لهم الميت قالوا إن أطعتم منكم لمشركون. قال ليكون ذلك عذرا لهم فيما يرون الخروج عليهم بالسيف. طيب، وذكر أثر أبي مجلس، ذكر وهم يقولون ثم استرقض لبعضهم خربا. طيب ذكر ابو مش قال واذا فلم يكن سؤالهم الاثر ابو مجلس، اذا ولم يكن سؤالهم عن ما احتج به مبتدع زماننا. محتج هو انت ممكن تسمينه مبتدع، لا بعد بكره الشيخ محمد عبد الوهاب سموه خارج،
في حاشية ابن عبدين الحنفي في شرح حاشية ابن عبدين سمع حمد عبد الوهاب من الخوارج. لكن العبرة ما بالادعاء، العبرة البينة، البينة على من ادعى. أثبت لنا والله الذي لا غير ولا رب سواه، ما تقدر تثبت أنه في أنا أصل من أصول الخارج. ما نكفر بالكبائر الحمد لله، ولا نرى خروج على الحكام الأمراء الظالمين الفاجرين الفاجرين الفاسقين، بل نرى الصلاح في كل بر وفاجر، بر وفاجر، والجهاد وراءه. لكن لا نكفر إلا من كفر الله أو رسوله أو أجمعت الأمة على الكفر. أنا بتكلم عن صورة هي من المواقف، مواقف الإسلام. تتكلم عن صورة ثانية، تكلم محمد شاكر قال إذن ولم يكن سؤال عن محتج به مبتدع زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف شريعة الإسلام، ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام دماء صورتهم بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه وإيثار لإحكام أهل الكفر على حكم على حكم الله سبحانه وتعالى. وهذا لاحظ قال الفعل ده عبارة عن كده، قال وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه، والذي نحن فيه اليوم هو هجر لإحكام الله عامة بالاستثناء وإيثار إحكام غيره غير حكمه في كتابه وسنة نبيه وتعطيل لكل ما في شريعة الله، بل أبلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل احكام القانون الموضوع على احكام الله المنزله، وادعى المحتجين لذلك بان احكام الشريعه انما نزلت لزمان غير زماننا ولعلل واسباب انقضت فسقطت الاحكام كلها من قضاء، فان هذا مما بينه من حديث ابي مجلس والنفر من الاباضيه. فخلاصه الامر انه ما بتكلم عن صورتنا اصلا، بتكلم عن حتى هو ذاكرنا صوره وصوره ناس كمان زياده زايدين في الكفر لا بيروا افضل، بل هو لو حكم بالطاغوت وحكم بالشرك دين التفصيل بتاعنا مشاكل الدلاء على الخوارج مشاكل الخوارج عليهم. انت قال نرى الصلاة وراء كل بر وفاجر وما تنزل عليه كلام الخوارج وما تقول أنا بكفر الخوارج. طيب كلامك ده رد شنو؟ تقول كيف؟ أنا بعيد لك تاني مش دار ما دار ترد عليهم، تعيد لك لحد ما ترد عليهم. قلت ففي هذا الزمان انتشرت في بلاد المسلمين المحاكم الجنائية. هذا الزمان، هذا الزمان في بلاد المسلمين ما بوش وجماعتك هنا خلاص المحاكم الجنائية والتي تحكم بين الناس بالقوانين الوضعية الطاغوتية المخالفة للشريعة. فالتحاكم إلى مثل هذه المحاكم هو من التحاكم إلى الطاغوت ومن الشرك الأكبر المغري من الملة، الملة مغري من الملة. أنا إذا ما جيت المحكمة عندك كافر. وهنا قلت موضوع الطاغوت ده ما يشترط فيه شنو؟ لأنه قلت تحاكم إلى الطاغوت، وقلت هنا في البتاع وينه؟ في الرماح السماهيرية حقتك دي قلت صفحة 30 إنه طاغوت ده ما يشترط فيه شنو؟ توفر شروط وانتفاء موانع. إذا لو أنا مشيت بدون شروط بدون موانع عندك كافر، وأي زول قاعد في المحكمة كافر، ساعي شفته بيكتب عريضة عرايد برا كافر، قاعد جوا كافر، الغفير ما شغال في المحاكم، القاضي كافر أكثر واحد، الآن بمشي بيشتكي ساكت كافر، المرأة اللي بتمشي كافرة، ده عندك، ده ما سبب الخوارج. قلت لك انت ما رديت على ده، لكن قلت لي نحن نصلي وراء كل بر وفاجر. ممكن تصلي لكن تكون ما فاهم، او ممكن تصلي صلاه سوريه ذات، او ممكن تصلي لكن ما فاهم كلامك ده. انت كاتبه ليه كلامك ده؟ وريني كلام ده يعني شنو؟ معلش كلام ده يعني شنو؟ مش كده وبس يا اخي، انت قلت كلام هنا يلزم منه تكفير صحابي جليل انصاري، رايك شنو الكلام هنا في صفحه واحد؟ قلت فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت فيسلموا تسليما. ففي هذه لا يقسم الله جل وعلا بذات العظيمة أن من لم يرد نزاعا إلى شرع الله بل رد نزاعا إلى غير شرع الله أنه ليس بمؤمن. ونفي الإيمان في هذه الآية أفتح ابن كثير، ونفي الإيمان في هذه الآية هو لأصل الإيمان وليس لكمال الإيمان، لأن قال عمي بلوها أترشاد كده لا من رأسه هو ده برضو الدليل عليه شنو كلام ده دليل. أنت مش دار دليل، أنت لو دار العتة دي أنا بطلع لك كلام ده كله غلط. شوف نفتح صفحات عشوائية ساكت، نفتح صفحات عشوائية ساكت. قلت هنا فقالوا قلت هنا فهو قسم من الله جل وعلا أقسم به على أن من اتبع الشيطان في تحليل الميت أنه مشرك، وهذا المشرك مخرج من الملة بإجماع المسلمين وسيوبخ. انتهى كلامه. الدليل على العالم اللي قلته هو الزور اللي قلته كلامه ده شنو؟ يعني دارين كده الدليل عليه شنو؟ أفتح عشواء بس أنا مسك لي أي حاجة بلي دليل عشان تفهم منه نقاشنا في معنى الآيات مش في الأدلة في الآيات ذاتها. إذن في معنى الآيات لابد نجيب الناس يشرحوا الآيات، الناس العلماء السلف ما تقول لي دليلهم شنو؟ لأنهم يشرحوا الآيات. عندك هنا ذات ورقتك أليس ما جيت لموضوع الصحابي؟ قال وغال ابن كثير نغل ابن كثير الإجماع على التحاكم إلى الشرائع المنسوخة في التوراة والإنجيل كفر بالله العظيم، وأنا قلت كلام الياس فمن فعل هذا كبر جميع المسلمين. الدليل شنو؟ مش داير كده؟ طيب الدليل شنو؟ أمسك تحت بجاي قلت كلام الشنقيطي، قال ابن كثير برضه قال ينكر تعالى على من خرج على حكم الله المحكم المستمر على كل خير النهي على كل شر إلى آخر، قال كفر أكبر. الدليل شنو؟ إذا أنا متكلم عن شنو يا جماعة؟ كلامك اللي انا بقبل بيه ولا قلت ما فاهمه بشرحه لك، لكن بنتكلم عن فهم الايات فهم المساله مش اي نقطه تقول لي ايما
شرط في ليس في كتاب الله كلام العلماء في كتاب الله الرحمن بسأل به ده خبيرة ده جوا كتاب الله ولا برا في كتاب الله أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل كلام السلف ربنا قال ويتبع غير سبيل المؤمنين العلماء قالوا ديل الصحابة ابن كثير موجود قال ديل الصحابة خلاص قال ديل الصحابة إذن اتباع منهج السلف الصالح وأولهم الصحابة ومن سار على نهجهم حجة في الدين إلا إذا خالفوا قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم عشان ما تمسك لي يقول لي بس أنا ما سبت في الدليل الدليل أنت ما فاهم الموضوع ذاته طيب وأنا طيب فتتكلم هنا قلت نفي الإيمان فلا وربك لا يؤمنون هي نفي أصل الإيمان ما كمال الإيمان كلام ده باطل ويلزم منه تكفير للصحابي نزلت فيه الآية ابن كثير الآية دي ابن كثير الآية دي نزلت فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم قال ابن كثير قال وقال البخاري حدثنا وساق بإسنادي عن عروة قال خاصم الزبير رجلا في شراج الحرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فقال الأنصاري قال هو ذا الرجل من الأنصار صحابي جليل فقال الأنصاري يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك فنزلت الآية الآية نزلت في منه في الأنصاري صحابي جليل أنصاري وفي قصة مع الزبير فإذا قلت فلا وربك لا يؤمنون ده نفي أصل الإيمان يعني كافر نفي أصل الإيمان معناته كفر تكون كفرت منه الصحابي الصحابي ده كلام يا أخي انت مالك يا عم خش معه خش معه داخلك الشبكة طوالي خش معه طيب كلام ده ما تحدي لكن عشان أوريك أنه أهل البدع مثل هذا وهذا أصاغر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تكبر قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر قال الإمام الشافعي الأصاغر هم أهل البدع والأهواء فأنا لما نتحداك وتحدى شيخك والوراء والمفصل وراء الناس ذات لما نتحداك صادق حسن أبو درداء لما نتحداكم لما نتحداكم ما تكبر لكن عشان أحقق حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنكم أصاغر كما قال الشافعي رحمه الله طيب قال مستحيل أو أفضل ده كفر مستحيل كيف يعني يستحيل شنو يعني مستحيل بس كده بدون أي زيادة مفضل ليشنو مفضل ليشنو على شنو مستحيل مجوز ليشنو إذا ده كده براه كفر كلامك ده ما كلامك ده ما جملة مفيدة والله وما يخرج من زول عاقل مستحيل ليشنو تم الكلام ده كده اللي بيكون كفر مستقل مستحيل للحكم كفر مستقل لكن مستحيل ليشنو مستحيل ليش نو خمرة زنا نظري للنساء الربا ليش نو عقوق والدين مستحيل براه كده مفضل فضل شنو ذاته فالعلماء هنا السلف بيتكلموا عن المستحيل للحكم بغير ما أنزل الله مو زي ما أنت قلت بيتكلموا عن بس الخوارج إذا كان بيتكلموا عن بس الخوارج عن الخوارج فقط دي حجة عليك مالك لأنك أنت بتكون كده قلت بمسب الخوارج الرد عليهم العلماء إنه قال لهم ده كلام الخوارج ولما قلنا كفر دون كفر ردناه على الخوارج فطالما العلماء قالوا كفر دون كفر ردا على الخوارج إذن الخوارج بيقولوا كفر أكبر وده كلامك إذن أنت من الخوارج فأنت بتطربك ساكت تقرأ كده طيب أمشي تعي أنت جيت هنا براك ودعتني للمناظر تستحمل أنا بجي هنا ما بريح الزول بيجي قدامي من البدع بحكه لأنه الرسول قال كده وجعل الذل والصغار على من خالف أمري قال كده وأنت طعنت بصحابي تيجي تقول لي ما تستهزأ بي وأركان وما أركان يا ربنا قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون أنا جبتك كده الآن طعنت بصحابي جليل من الأنصار عرفت الكلام ده كيف؟ مده طوال أي استعانة بصديق ما مشكلة طعنت بصحابي من الأنصار أنا بجيك ما بخليه أصوى بريحة لأن الأنصار الصحابة دين والله حب لنا من آبانا وأجدادنا وأولادنا وزوجاتنا لأنه دين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنت تقولنا في أصل الإيمان الآن نزلت فوقه يعني كافر وإلا تقول رجعت يكون الرجوع الثاني أسكت يا زول ولا خش معه أنا والله بقعد لحد ما تدوا ناسكم وتعلموا أساليب المناظرات أنتوا ما عارفين المناظرات دي فيها حق ولا شنو أنتوا جايين ساكت جارين من الصادق ومن بيت سعيد نظر جايين ساكت يا زول بتجينا بتصنفر معاك ده دين ده دين ما بشعر ما بشعر بالآيات طبعا ده برا الزمن هاي عشان ما يتكلم كده ثاني ما بيتكلم إن شاء الله طيب نجيب حقة الياسر جيب الياسر
شوف ناس الياسخ ديل، انتبهوا يا جماعه، فضل كم دقيقه، دقيقتين. ناس الياسخ ديل كانوا مفضلين حكم الله على حكم غير الله على حكم الله تعالى المنزه، وذل لما قلنا يقدمون يعني يفضلونه، قاموا وما قعدوا. ابن تيميه شيخ ابن كثير بتدرس ابن كثير، قول لي لا كمان قال الكلام ده، ذكروا ليك انت افهم، بس فتح اذنينك افهم الكلام ده. طيب طبعا السلف كان بيغلظوا كده على البدع، ما تستغرب عندي ادله برضه. طيب قال ابن تيميه في الجزء 28 من الفتاوى الفقه، قال وذلك ان اعتقاد هؤلاء التتار كان في جنكيز خان عظيما، فانهم يعتقدون في شنو يا جماعه؟ منو بيتكلم يا عمنا؟ هلا بسكت، اصبر يا عمنا، نحن ماشيين كويس والنصر من الله جاي، خليك معانا. طيب قال صفحة 521، نحن ماشيين تمام الحمد لله رب العالمين. قال وذلك أن اعتقاد هؤلاء التتار، بس ربنا قال كده. طيب قال عز وجل إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامه. أوجه المبتدع على قد لا كتب يقدر يهزمها للحق إطلاقا. نظر أحد عبد الكريم الصادق القاعد ده، صادق عبد الله مشان له هرب، عبد الكريم مدرسة مسجلة، أي زول بعدين لما نمشي ننتهي من المناظرة يفتح البلوتوث نرسله له، جوهم هنالك كما جوهم الذين من قبله بفضل الله سبحانه وتعالى. قال وذلك أن اعتقاد هؤلاء التتار كان في جنكيز خان عظيما، مكتوب جنكيز خان مكتوب كده عظيما، فإنهم يعتقدون أنه ابن الله من جنس ما يعتقده النصارى، ويقولون إن الشمس حبلت أمه، وإنها كانت في خيمة فنزلت الشمس من قوة الخيمة فدخلت فيها حتى حبلت، ومعلوم عند كل ذي دين أن هذا كذب، وهذا دليل على أنه لزين الكلام لسه جاي. وأجمع أنا ما أبتر الكلام بريك من البداية، ما زي هو بيبتر كلام الجماعة دي. قال وأن أمه زنت فكتم زناها وادعت هذا حتى تدفع عنها معرة الزنا، وهم مع هذا يجعلونه أعظم رسول عند الله. إذا كان لسه كلام جاي بس لحدينا والكلام حيجي، إذا كان أعظم رسول معناته شريعته شنو؟ أحسن شريعة، أحسن من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم جنكيز خان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب أواصل من ما قلت آخر مرة. طيب عبد ابن عباس ده كان رد عليه وقلنا انه في مساله هعيدها ثاني الصوره، شكله هو ما عارف ما فيهم ولا هو بيقصد انه وقع يقول قول الخوارج ويلزمني بهم. قلت لك انه السلف لما ردوا على المساله وذكرت كنت جبت لك ابو حيان الاندلس، جبت لك النيسابوري في التفسير، جبت لك الفخر الرازي، انه السلف لما ردوا على الخوارج رد عليهم في استدلالهم بالايه عند تكفيرهم على الكبائر، ونحن ما كفرنا اهل الكبائر، الايه دي استدلنا على نواقض، على نواقض الاسلام. لحد الان انت ما قلت لحد الان الحته الزبطه منا التشريع مع الله جل وعلا وجعل السياده للشعب، وربنا جل وعلا سمى الحاكم طاغوت، ده اول نقطه بدينا بها وزبطه منا لحد الان ما تكلمت فيها. لحد الان الله جل وعلا لحد لسه اقوله اكرر، ربنا قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. طيب ربنا قال ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا وأنزلوا من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. جبت لك كلام الشوكاني، أنت قلت لي منو قال كافر كذا موضح؟ كلام الشوكاني أعيد لك ثاني من الأول، أعيد لك ثاني من الأول، 68 أعيد لك ثاني من الأول. قال الشوكاني قال بقول الخوارج، ما أنت تبقى جريء وواضح. طيب قال 68 آية منها قال أنهم يحكمون ويتحاكمون إلى من لا يعرف إلا الأحكام الطاغوتية منهم في جميع الأمور التي تنوبهم، بتكلم عن أهل اليمن، وتعرض لهم في رسالة الدواء العاجل في دفع العدو الصائد من الرسائل السلفية في جميع الأمور التي تنوبهم، وتعرض لهم من غير إنكار ولا حياء من الله ولا من عباده ولا يخافون من أحد، بل قد يحكمون بذلك بين من يقدرون على الوصول إليهم من الرعاية ومن كان قريبا منهم، وهذا الأمر معلوم لكل أحد من الناس، لا يقدر أحد على إنكاره ودفعه وهو أشهر من نار على علم. ولا شك ولا ريب أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى وبشريعته التي أمر بها على لسان رسوله واختارها لعباده في كتابه على لسان رسوله، بل كفروا بجميع الشرائع من عند آدم عليه السلام إلى الآن. وهؤلاء زيادة جهادهم واجب وقتالهم متعين أي فرضين، حتى يقبلوا أحكام الإسلام ويذعنوا لها ويحكموا بينهم بالشريعة المطهرة ويخرجوا من جميع ما هم فيه من الطواغيت الشيطانية. الشوكاني خوارج، هل الشوكاني الخوارج
انت مشكلتك انك دارت تجيب كلام السلف ضد كلام اهل العلم تضرب بعض بيض ولا الحمد لله السنه والجماعه اسعد الناس بالدليل واهل السنه والجماعه امركم مسجله انا اهل السنه اي زول انضم للسنه اهل السنه والجماعه لا امركم مسجله حدد لك الدليل هو من كان على مثل ما عليه اليوم انا واصحابي النبي صلى الله عليه وسلم قال وادعي ان خوارج قلت لك ابن تيميه قالوا خارجي الشيخ محمد بن الوهاب قالوا خارجي الامام احمد بن حنبل قيل انه من الحروريه من خوارج لكن الدعوه ما بين عليها لحد الان ما قدرت تثبت طيب جبت الاثر ابن عباس وقلت لك انه بيتكلم عن صوره غير صورتنا يعني الشوكاني فاد على يعني عرفت انت وفاد على الشوكاني انت لازم توفق بين هذه باقوال العلم ده قول الشوكاني بيقول الكفر اكبر والطاغوت اللي صوره طاغوت صوره الطاغوت بيكون بغير الشريعه كذلك يقول محمد حامد الفقه هل من الخوارج محمد حامد الفقه هل من الخوارج احمد محمد شاكر هل من الخوارج ما هو لازم يلزمك التوفيق بين الادله يلزمك التوفيق بين اهل العلم ولا تقول كلهم خوارج ننتهي يعني قول كلهم خوارج محمد حامد الفقه رئيس جمع الاصل والسنه محمد في مصر وعبد الرحمن بن حسن الشيخ والشيخ حمد بن عبد الوهاب لما قال امر بالتكفير او بين تكفير الطواغيت وكذا فيلزمك انك تقول ده كلهم خوارج يلزمك انك تقول ده كلهم خوارج تمام طيب هيد لك كلام ثاني قال وكذلك من دعا وكذلك قال له في فتح المجيد شرع كتاب التوحيد وكذلك من دعا الى تحكيم غير الله ورسوله فقد ترك ما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم ورغب عنه وجعل لله شريكا في الطاعه وخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما امر به في قوله تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله عليك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فمن خالف ما امر الله به ورسوله حقر الكلام لحد ما ينتهي بين حكم بين الناس بغير ما أنزل الله بين حكم بغير أن الكلام ده مش واضح بغير ما أنزل الله أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه وإن زعم أنه مؤمن ده الحاكم ما بتكلم عن المتحاكمين بصد وبيرض عن سبيل لا نتكلم عن الحاكم فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه وإن زعم أنه مؤمن فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك وأكذبهم في زعمهم الإيمان لما في ضمن قوله يزعمون من نفي إيمانهم فإن يزعمون إنما يقال غالبا لمن ادعى دعوة هو فيها كاذب لمخالفته لموجبها وعمله بما ينافيها يحقق هذا قوله وقد أمروا أن يكفروا به لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد كما في آية البقرة فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحدا طيب والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمه كما أن ذلك بين في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الآية وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به ده التحاكم إلى الطاغوت فكيف الطاغوت أنكل عن الطاغوت ذاته ان الله جل وعلا سماه طاغوت امرنا اكفر به ليه لا يد بتهرب منا طيب او الادله بتهرب منا طيب انت توفق لي بين كلام اهل العلم ده اصعد اهل السنه الجامعه وشيلوا كلام اهل العلم بيضربوا بعض بيوفقوا بيناتهم معروف ان الصوره تكلم فيها ابن عباس وعن الخوارج كان بيتكلم عن المسائل الكبار المذكره يعني ما جبتها من عندنا تكلم عن الكبيره محمود بن محمد شاكر حتى بين المساله دي قال وليس محتج به مبتدع الزمان على اللون الانسان يزول يجيب تشريع غير شرع الله جل وعلا ويجيب قانون يلزم به اهل الاسلام يجعل السياده للشعب دي صوره براء دي ربنا جل وعلا سماه الطاغوت ربنا سماه جل وعلا الطاغوت وامرنا بالكفر به والنبي صلى الله عليه وسلم ليس قال ايوه والنبي صلى الله عليه وسلم بين انه ليس من اهل الاسلام كذلك طبعا في كثير حتى من الصالحين من الانبياء من عبد غير الله لكن ما رضي بذلك ولا دعا الناس لعباده نفسه لكن ده بيلزم الناس بعباده نفسهم بيلزم الناس بالرجوع للشعب حتى في فقره يسمى واجمات المواطن وباب العلم الواقع انك تكون عندك علم بهذا هل دي سؤال لحد ذلك قال له لحد ما انتهى هل الصوره قالوا فيها السلف كفر دون كفر وليس بالكفر الذي تسهون إليه وليس كمن كفر بالله وملائكته ورسله ومن جحد حكم الله فهو كافر ومن لم يجحد فهو ظالم فاسق هل هذه الصورة نفس الصورة بتعتسي بتاعت انه بيحكم بيجعل السياده للشعب والطاغوت عشان كده اهل العلم قالوا الطاغوت وقالوا كفر عبد الرحمن بن حسن الشيخ هل هذا خوارج؟ قول خوارج بس من هنا محمد حامد الفقي طيب يزعم عن صار السنه بن حميد الفصل قال ومثل هذا هو شر منه من اتخذ من كلام الفرنج قوانين يتحاكم اليها في الدماء والفروج والاموال ويقدمها على ما علم حجيك لمعنى يقدمها ويقدمها على ما تعلم وتبين له من كتاب الله وسنه رسوله فهو بلا شك كافر مرتد معنى خارجي عندك بلا شك كافر مرتد اذا اصر يا على الاقل قول متاول المثل فيها لكن تضل خوارج خلاص ابدا من ذي الخوارج شوكان وغيره كافر مرتد اذا اصر عليها ولم يرجع الى الحكم بما انزل الله ولا ينفعه اي اسم تسمى به ولا اي عمل من ظواهر الاسلام او ظواهر اعمال الصلاه والصيام ونحو ذلك كذلك كلام الشيخ عمرو عبد الوهاب في الطاغوت والكفر به وتكفير اهله وكذا طيب الوقت طيب قال الطاغوت عندك كافر انا قلت لما قلت بمشي ما قلت بمشي الحق بالعكس قلت حجيب الرماح الثانيه عندك اديني له انا ما سمعت معي جيب الرماح الثانيه
بينت انه ما يفر عامه الناس ما يفر بعد 8 شروط انتهاء المانع. الكلام ده في الطاغوت بس, قامت الحجه في الطاغوت بس. وفي المساله دي في خلاف بين اهل العلم, واخذت الرايح فيه البراوي راجع بالادله بعد استشاره شفاعه الدين محمد عثمان. طيب لا في محكمه ثانيه ليش طيب ايوه طيب وسبحان انت في انا شبه رد على شبه دين انه نحن مكفر المجتمع. ليه ما ذكرتها؟ هنا بتقول انه نحن مكفر المجتمع وكذا, انا ما ذكرت الشبهه دي. طيب هذه القول بكفر الحاكم شرع الله يلزم تكفير المجتمع, وذكرتها, ذكرت الكلام فيها, وذكرت انه ما بنكفر الا بالنواقض قلتها. وعقيدتنا ان نحكم على الانسان بلسان والكفر حسب ما يظهر لنا. طيب فعامة الناس الذين هم تحت السلطة, دي ما ذكرت عليه. ما يا أخي تبقى عندك أمانة علمية, ليه ما ذكرت مع كلامي برضو؟ أنت من تقول كلامي أقول كلامي كله, ولا أنت ده تلزمني بعقيدة ما يسلج الصدر إنه في مباهلة بعد المناظرة دي, دي حاجة بتثلج الصدر. طيب فعامة الناس الذين هم تحت حكم التسلط الطواغيت إذا أظهروا شعائر الإسلام الظاهرة كالنطق بالشهادتين والصلاة وحضور الجمعة والجماعات, ولم يصروا ناقضا من نواقض الإسلام الظاهرة التي بينها الله في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام أو أجمعت الأمة عليها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم, فالأصل فيهم أنهم مسلمون. فالأصل فيهم أنهم مسلمون, نحكم بإسلامهم ونصلي خلفهم. وأنت عارف أنك قاعد تصلي وراك الناس, كم من كفر كم نصلي كم من مكفرك أنت أول. طيب اذا كان اصلا من نار البدعه دي والحمد لله بارين منها, طيب ما كان تقول الكلام ده ونصلي خلفهم ونصلي في مساجدهم وناكل ذبائحهم وننكح نساءهم ونتبع جنائزهم ونستغفر لموتاهم ولا ننتهك حرماتهم كما هي عقيده اهل السنه والجماعه. لو بينت الان الكلام ده في الطاغوت الحاكم ذاته في المتحاكمين, ليه ما انا قلت الكلام ده؟ ما خلي عندك امانه علميه. طيب طيب اول حاجه كلام كتاب التوحيد يتكلم الشيخ عبد الرحمن بن حسن كلام طويل في قوله فلا وربك ويريدون ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نعم 61 النساء وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قبل أنا ذكرت لك قال ويصدون لازم وهو بمعنى يعرضون. وتعي الثاني قال فتدبر هذه الآيات وما بعدها يتبين لك ما وقع فيه غالب الناس من الإعراض عن الحق وترك العمل به في أكثر الواقع والله المستعان. فدل إن الكلام اللي قريته كله فتح المجيد يتكلم عن كفر المعرض أول شيء, دليلين من كلام عبد الرحمن بن حسن إنه ده كفر المعرض والمعرض كفر أكبر متفقين ولا تناقشنا فيه ولا أنزال. الدليل الثاني الآية الثانية قال الآية البعضية طوالي وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت منه المنافقين فالآيتان أصلا نزلت في المنافقين, واحد منافق والثاني يهودي وذكر الأثر قبل واتفقوا في النهاية. المنافق كان عنده قروش طبعا, قال نمشي إلى كاهن في جهينة أنه عارف نمشي إلى اليهود وده الأثر الصحيح نتحاكم إلى اليهود لعلمي أن اليهود يأخذون الرشوة والرواية الضعيفة بتاعت كاهن في جهينة. طيب برضه عشان يديهم شنو الرشوة لأنه المنافق قال نترك محمد صلى الله عليه وسلم كان عنده قروش وده منافق أصلا ذاته. عشان كده ربنا قال ألم تر إلى الذين يزعمون, والزعم هو الدعوة بالباطل وأيد الكلام ده. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا هذا زعم, والزعم دعوة باطل, إذن هم أصلا ما مؤمنين ذاته. عرفت الكلام ده؟ عشان كده هنا الشيخ ذكر لك في كلامه قال لك ده كانوا معرضين, قال ويصدون الآية البعدية شرحت الكلام وانت ما قدرت تجيبه مصير, قال لازم وهو بمعنى يعرضون. وتعيد قال فتدبر هذه الآيات وما بعدها يتبين لك ما وقع فيه غالب الناس من الإعراض عن الحق وترك العمل به في أكثر الوقائع. فالآيتين دي بكلام عن المنافقين, والمنافق ده أصلا كان كافر. ربنا قال لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على رأس المنافقين نزل آية قال له ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره, ليه؟ إنهم كفروا بالله ورسوله. عرفتها؟ دي في الكفار نزل في المنافقين, والثاني ده يهودي أوين المسلم فوق قدرت تنزل فيه الآية. عرفتها؟ عشان ما تقول لي أنت ما فاهم الآيات, الدليل موجود لكن ما فاهم. ده واحد كلام محمد حامد الفقي, أنا ما أجيب ليه كلام وتقول كل ما نمشي قدام ترجعنا المربع الأول ثاني كل ما نرد عليه وترجعنا. طيب كلام محمد حامد الفقي
بل وفي مثل هذا وشر منه من اتخذ كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال ويقدمها على ويقدمها لاحظ ويقدمها على ما عم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله ولا ينفع أي اسم تسمى به ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام ونحوها. نعم أي زول جاب حكم غير الله غير شريعة ربنا وقدم على شريعة ربنا كافر. قدم هنا وفي كلام ابن كثير الجبل الزمن سرقنا وما فتحناه قدم يعني فضله لكن ما أي كلمة يقدمونه يعني يفضلونه لكن في الكلام ده في مسألة الحكم دي في مسألة الفرنجة والياسق ديل بالذات كان بيقدموا لأنه الفرنجة ده ما كانوا مسلمين ولا مسلمين عندك وناس الياسق ذاته ما كانوا مسلمين لا الفرنجة كانوا مسلمين لا ناس الياسق كانوا مسلمين ده دليل من كلام ابن تيمية شيخ ابن كثير في صفحة 521 كنا بدينا جبل طيب قال وقفنا هنا وهم مع هذا يجعلون وأعظم رسول عند الله تعالى دمنو جنكيز خان في تعظيم ما سنه لهم أعظم الرسول في تعظيم ما سنه لهم في تعظيم سنته وشريعته يعني شريعته أعظم من شريعة أي رسول لأنه أعظم من أي رسول في جهة الشريعة والسنة حقته إذن شريعته سنته أعظم من أي شنو شريعة عشان كده ابن كثير تلميذ ابن تيمية طوال هنا في البداية والنهاية وفي تفسير ابن كثير تفسير الآيات دي قال يتحاكمون إليه ويقدمونه فلو كان التحاكم براو كفر كان قال يتحاكمون إليه بس ما كان أضف ويقدمونه فيتحاكمون ويفضلونه عليه بنص كلام شيخهم ابن تيمية هنا قال وهم مع هذا يجعلونه أعظم رسول عند الله في تعظيم ما سنه لهم وشرعه بظني وهواه حتى يقول لما عندهم من المال هذا رزق جنكيز خان ويشكرونه على أكله وشربه وهم يستحلون قتل من عادى ما سنه لهم يستحلون حلال يقتلوا الزول البعادي شريعة جنكيز خان ده يقتلوا حلال المعادي لشريعته لهم هذا الكافر الملعون وهو ذاته قال لك كافر ذاته قبل ما يسين كافر الملعون المعادي لله والأنبياء ورسوله إلى أن قال فهم يدعون دين الإسلام دل التتار ويعظمون دين أولئك الكفار على دين المسلمين يجعلوا أعظم من دين المسلمين إذن ده معنى يقدمون هنا يعني شنو يا جماعة يعني يفضلوا ده صفحة كم 523 أزيدك من كلام السلف كلام سلف أمشي قدام قال ويطيعونهم ويوالونهم أعظم بكثير من طاعة الله ورسوله وموالاة المؤمنين ده دليل تالي والحكم فيما شجر بين أكابر بحكم الجاهلية لا بحكم الله ورسوله وكذلك الأكابر وكذلك الأكابر انتبه من وزرائهم وغيرهم يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى أليس هذا تجويز واستحلال؟ إذن من هذه الجهة كفر أهل التتار والفرنجة اللي تكلم عنه محمد حامد الفقي والكلام اللي انت جبته عن أهل اليمن قالوا شوكاني ده كلهم كان ده دين وفضلوه على هذا لكن انت تذكر صفحة وما تذكر الصفحة البعدية تذكر كلام وتقرأ أقرأ وضح زي ما أنا بوضح للنازل وضح لهم كده طيب وأن هذا قال وكذلك الأكابر من وزرائهم وغيرهم يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى دين الإسلام السعدي لو أحد قال دين الإسلام زي دين اليهود والنصارى قولته دي كفر أكبر ولا أصغر أكبر يعني ربنا كفر النصارى ربنا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله سألوا ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ده كلامه لسه أزيدك من كلام السلف سلف قالوا أن هذه كلها طرق إلى الله كان بيعتقدوا كده أن كذلك الأكابر من وزرائهم وغيرهم يجعلون الإسلام كدين اليهود والنصارى وأن هذه كلها طرق إلى الله بمنزلة المذاهب الأربع عند المسلمين ده كان اعتقاد التتار دين جنكيز خان قالوا ده زي مذهب المذاهب الأربعة ودين الإسلام قالوا ده زي واحد دين اليهود والنصارى لذلك كانوا يقدمونه ويجعلون جنكيز خان وشريعته وسنته أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم وباقي الأنبياء وأعظم من شريعتهم وسنتهم ده الكلام بتاعك اللي قلته طيب النقطة البعدية طيب كده يا دين كلام الله كلام الله ها كلام شوكاني انا ما اديتك السر ما عشان ماريا حقت اديتك لا وين الكلام الكلام بدا من منها ومن هذه ضمير طبعا يرجع في كلام قبليه انا بقرا من قبليه طيب قال اعلم رحمك الله اول حاجه قال القسم الثاني حكم على البلاد الخارجه عن اوامر الدوله ونواهيها حكم شنو امر
حكم أهل البلاد الخارجة، البلاد الخارجة عن أوامر الدولة ونواهيها. قال وإذا تقرر لك أحوال هذا القسم الأول من الثلاثة أقسام التي قدمنا لك ذكرها، فلنبين لك على القسم الثاني وهو حكم أهل البلاد، وهو حكم أهل البلاد وهو حكم أهل البلاد، هو حكم على البلاد الخارج عن أمر الدولة نواهية كبلاد القبلة والمشرق ونحو ذلك. اعلم رحمك الله أن جميع ما ذكرنا في القسم الأول وهما الرعاية من ترك الصلاة وسائر الفرائض الشرعية، ودير كفار أصلا وسائر الفرائض الشرعية، إلا الشاذ النادر على تلك الصفة فهو أيضا كائن في البلاد الخارج عن أوامر الدولة ونواهيها، بل الأمر فيهم أشد وأفظع، فإنهم جميعا لا يحسنون الصلاة ولا القراءة. ويتكلم عن جماعة التركوا الصلاة وأهل البلد دي ونواهيها بتاعنا اليمن اللي قالوا هم، بل الأمر فيهم أشد وأفظع، فإنهم جميعا لا يحسنون الصلاة ولا القراءة، ومن كان يقرأ فيهم فقراءته غير صحيحة ولسانه غير صالح. وبالجملة فالفرائض الشرعية بأسرها من غير فرق بين أركان الإسلام الخمسة وغيرها مهجورة عندهم. ده بيتكلم الناس كفار. شوف مش الفرائض الخمسة الصلاة، شوف الصلاة، الصلاة ساكت، الصلاة بتروك شنو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، دليل عاكب، قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، انت جيت انت تعبت معي، العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وربنا قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن الكلام من بدايته عن الناس مش تاركين الصلاة تركها كفر على القول الراجح، تاركين الفرائض الخمسة دل مش يتركوا الحكم، لو حكموا بما أنزل الله ذاته كفار لو تركوا الصلاة ولا بقر الباقي. انتهى ولا لسه؟ في دقيقة؟ طيب في الدقيقة الواحدة دي نص دقيقة كويس. كلهم كده عبد الكريم برضه اللي يجيدوا في هذه الكلمة العقدات، لو طلعت لي والله يبقى من الرعايات. دخل جوا المكتبة 45 دقيقة ما قدر يطلعه، بفضل الله ربنا نصر العقل، ما عندنا قوة لكن هو من عند الله سبحانه وتعالى. أدي الباقي أحمد شاكر عند طيب ببدأ بآخر نقطة كلام الشوكاني. طيب الشوكاني أنت مشكلة تذكر لك تقول لك كلام عن الناس عارفهم أنا ها؟ 6:30 هذا وأنت البديل لأنه أنا أختي لازم أرد على المسألة. لا أرد على نقاطك. لا أنت تكلمت أول صح؟ هو تكلم أول قبل، هو بين أنا لا بد أبين كم في النهاية، هو تكلم أول معناته أنا شنو؟ البختي. وقبل استرطنا إنه نهاية المناظرة كم؟ 6:30 الآن 7 إلا ممكن عند المباراة هاي تبال بال أنا أول ولا أنت؟ أزيل يعني طيب لا أزيل لا إحنا ما اتفقنا إنه لحد ندرس على أزيل يلا أنا اتفقت من الأول، لو كان قلت في النهاية كنا طيب من الأول يا ما قلنا 6:30 ولا ما قلنا هزة، أنا كنت مدنقر راسي كده كأنه هو الحكم والمدير بتاع المناظرة خليناه مع إنه الحكم ما تكلم 6:30 صح؟ بس الحمد لله الحكم حكم إنه 6:30 يلا نتباهى مباهلة أنا مش قصة المباهلة كان أنا خلصت أنت خلصت أنا قصة المباهلة كان عايز تعدي الجادة المباهلة الآن تقول أنت إنه إذا كان الحاكمين طاغوت الديمقراطية كان سيادة الشعب كفار مرتدين فجعل اللهم اجعل لعنتك عليهم. وأنا بقول إذا كان الحكام الحكام المسلمين اليوم الحاكمين بالبرامات الديمقراطية والتسامح والتشريع ولا أمور شرعية المسلمين فجعل لعنتك عليهم. ممتاز؟ لا ما ممتاز، سيء جدا. ما ممتاز كلامه في النهاية ما عندك عليه دليل برضو. أنا كمان بعدل لأنه ما عندك دليل. طيب ما عندك دليل كتاب الله ولا سنة الرسول. طيب أنا بعدل في الكلام ده ما أقدر مقروء بس لأنه عندي مشكلة. طيب كلامي إنه المباهلة ما تكون كذا. إن كنت تقول اللهم إن كنت أنا أمجد فيصل على الحق على الباطل فاجعل لعنتك علي، لأنه أنت بتعتبر نفسك على حق وأنا بعتبرك على 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 باطل، وأنا برضو بقول اللهم إن كنت أنا على باطل فاجعل لعنتك علي، دي صحيحة. طيب اللهم إن كنت أنا مزمل عوض فقير محمد علي توما اسمه كده على الباطل فاجعل لعنتك علي وزدني لعنة إلى لعناتي، وقد بينت الكلام. اللهم إن كنت أنا على الباطل فاجعل لعنتك علي ورد علي بأسك الذي لا يرد آمين. جزاك الله خير. مناظرة محمد عبد الكريم في البلوتوث يا جماعة يزول داير يشيل من على الدين والله